صباحية مشاهدينا لكم مع بداية عالم الصباح لليوم الخميس. طبعا نحن وياكم مثل العادة ومثل كل يوم عالم الصباح بترافق لغاية الساعة 1 بتوقيت بيروت. عنا كثير من المواضيع رح نحكي فيها، إنما بالبداية بدي أطلب من كل يلي موجودين على الطرقات عم بيسوقوا إنه قد ما فيهم يطولوا بالهم. ما بعرف شو بيصير وقت واحد بيسوق سيارة شوي أكثر من متر ونص، إذا كبرت عنده السيارة بتكبر عنده ما بعرف هالاتيتود يلي هي إنه فجأة امتلك العالم وامتلك الطرقات وإله حق يفوت بعكس السير ويقطع الإشارات، ومش بس هيك ويعيط على الناس. يعني هيدا العيط على الناس حتى لو هو واحد غلطان، ما بعرف ليش منين واحد بيخدها هيدي هالثقة بالنفس بتصير إذا شوي عم نسوق يمكن فان أكبر أو كاميون، هونيك بقى حدث ولا حرج. فقد ما فيكم بدنا نطول بالنا على بعض لحتى واحد يمشي يكون ضمن القانون، يكون ضمن إشارات السير يلي هي أحمر واحد بيوقف، مش أخضر حتى يوقف، أحمر بيوقف أخضر بيمشي. على كل حال حبيت أعطي هالملاحظة لأنه على ما يبدو أصلا اليوم في عنا للأسف حوادث سير على الطرقات، وأكثر من هيك وقتها بيكون في عجقة بكرة ما بيعود حدا يطول باله على حدا. بالعودة إلى عالم الصباح اليوم عنا فقرات عديدة. بالأول بدي رحب بشيف حسين مثل العادة اللي موجود معنا وبضيفه توني شرفين صاحب شركة توني سفود. صباح الخير. صباحو. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك توني شرفين معنا بفقرات رشة ملح. صباح الخير. كيفي؟ الحمد لله. ماشي الحال؟ الحمد لله. أنا كمان بدي صبح كل المشاهدين. شكرا حضرونا. أهلا وسهلا فيك. اليوم خليني أخبرك شغلة. اليوم في أنا وفي توني شرفين رح نحضر وصفات، بس أوكي. انا رح احضر وصفات مالح، ايه هو رح يحضر وصفات حلو. في كل يوم يجي شيف هلا هون في كل يوم يجي توني هلا هون رح نتسابق انا وياه. اه مين بيخلص بسرعه؟ طبعا مش عم نتسابق على الطعمه لان الطعمه طعمه وحده لكل الوصفات. أكيد. لان وصفاتنا اليوم أي. كمان من منتجات توني سفود رح يخبرنا عنها خلال فقرات رشة ملح. عظيم. لكن هلا بدنا نبلش نعير لكم وقت، بدنا نعرف شو هن التوصفات او ما ضروري نعرف هلا بعد شوي تخبرنا؟ يلا رح خبرنا. خبرونا. اول شيء بونجور لكل المشاهدين، بونجور لكم، وان شاء الله بيكون هذا الشهر يكون الشهر الفضيل، يكون سلام وامان ان شاء الله لكل اللبنانيه والمنطقه كلها. اليوم راح نحضر لكم انا والشيف حسين، والتحدي هذه صار شغله كبيره بالنسبه لي انا بقى اليوم بدي احضر الكنافه بالقشطه والفستق الحلبي. والكنافه هي ذاتها فينا نعملها بالجبنه، وشغله كثير مرتبه رح تطلع اليوم ان شاء الله. هلا بس نخلص فرجيكم اياها. على كل حال انا امبارح خبرت المشاهدين كان في عندنا سؤال بين الاسئله كيف بنحضر الكنافه وليه عم بتفسخ معنا عجينه الكنافه. هلا رح نخبرها خلال فقراتنا. انا رح احضر كمان شيش براك من منتجات توني سفود. مثل عادي مشاهدينا ما تنسوا الورقه والقلم لحتى يعني اعطيكم كل المقادير خلال فقرات رشة ملح. يعطيك الف عافيه شيف، واهلا وسهلا فيك توني معنا اليوم. اذا مشاهدينا خلينا فورا ننتقل لاول محطه اكيد مع كارمن والابراج. صباحكم الخير. يوم الخميس 7 حزيران يونيو، يوم القمر بعد مرافقنا من وشمائي برج الحوت، وبعد الأجواء جيدة جدا للأبراج المائية، الحوت، السرطان، وأيضا لمواليد برج العقرب. كيف رح بيكون هالنهار لبقية الأبراج أو لكل الأبراج؟ منبلش مع برج الحمل. بالنسبة لك اليوم هيدا نهار مثل مبارح، شبيه بمبارح، مع احتمال أنه الشعور بالفراغ أو الشعور بالوحدة أو الشعور بالزهق والتعب يمكن يكون أكثر شوي، لأنه من مبارح الأمور ما طلع بإيدك شغل، واليوم أيضا هو نهار فارغ ما راح يكفيك. خلي الجهود الكبيرة المهمة لبكرة وبعد بكرة لما القمر بيكون صار ببرشك. بتبقى المواليد اللي بعتبرها أكثر تعبا من غيرها اليوم هي مواليد 12 لمواليد 18 نيسان أبريل. بنتقل لبرج الثور. بالنسبة لك مولود برج الثور نهار بيساعد، نهار بيزقف لك، نهار بياخذك بإيدك وبيوصلك إلى شط الأمان، لكن رح بتلاحظ إنه في ناس عم تواكبك أو في ناس موجودة معك منك لحالك، يعني الزقفة ما رح تكون بس لك، رح بيكون في جروب معك، وليش لا؟ هذا نهار جيد أنت بأمس الحاجة للدعم، وحاول تخلص شغلك اليوم، نصيحة فلكية ما تأجل لبكرة. الأكثر تعبا 21-22 نيسان أبريل، بينما الأكثر حظا رح أرجع كررهم 27-28 نيسان أبريل، 12-13 أيار مايو. كمل مع برج الجوزاء.
مولود برج الجوزاء صحيح اليوم في شوية تعب، صحيح اليوم في شوية هم، صحيح في شوية قلق، لكن النهار بيستحق وبيستاهل منك الحضور والجهوزية الكاملة. اليوم فيك تبدع، اليوم فيك تكون أنت محط الأنظار وفيك تكون النجم، لكن النجومية ما رح توصل على طبق من فضة. الأكثر نشاطا هو مواليد 27 ل 29 أيار مايو. كمل مع برج السرطان. نهار جيد جدا، ما راح يكون ممتاز لانه الشمس موجوده ببرج الجوزاء، لكنه جيد جدا لانه القمر ببرج صديق لك، وبالتالي اليوم نهار او بالاحرى هو النهار يلي لازم تشتغل فيه من كل قلبك وتخلص كل شيء باقي لك بهذا الاسبوع، لانه بقيه الايام ما راح تعطيك حقك. يوم نهار راح بيساعدك، نهار راح بيقدم لك فرصه لحتى تنجح ولحتى فعلا انك تسجل نقطة لصالحك. يمكن النتيجة ما تكون باهرة، لكن على الاقل اليوم في شغل، او فينا نقول بيطلع بايدك شغل. بتبقى الاكثر حظا هي مواليد 18، هي مواليد 13 14 و15 تموز يوليو، الاكثر تعبا 29 30 حزيران يونيو. بنتقل لبرج الاسد. مولود برج الاسد بكرة افضل من اليوم، فاذا منك مضطر اليوم، منك مستعجل، اترك العمل المهم لليومين المقبلين. كل اسبوع في يومين حلوين، بهذا الاسبوع هن بكره وبعد بكره. واذا بدك تعرف اكثر عن الاسبوع في تابع ابراجي على اليوتيوب الاسبوعيه. كل اسبوع في يومين حلوين، اليوم نهار يمكن تكون عم تشتغل فيه لتحقق بكره النجاح، في وراء، في معاملات، في حكي ببعض الامور، في متابعه، في فولو اب، في تليفونات، في اتصالات، يمكن حتى في شغل مضطر اذا طالب او شخص مش عم يشتغل، مش ضروري يكون عم يشتغل، في ملاحقه لبعض القصص، فما تزعل، ما تنرفز وما يضيق خلقك، اشتغل عليها ورح بكره رح بتشوف انه بالك رح بيكون مطمن. اما اذا كنت من مواليد 29 ل 31 تموز يوليو، بدك تكون كثير حذر لانه في ظرف اليوم معقول يكون عم بينرجك، عم بيعصبك عن قصد او عن غير قصد، او حتى عم يستفزك. بنتقل لبرج العذراء. مولود برج العذراء مثل امبارح قلت لك الظروف عندك صحيح هي عم تتحداك، معقده، مركبه، السؤال بيجي من كعب الدست، ما معناتها نفش خلقنا بالاستاذ، بالمعلمه، بالناس من حولنا. هذا نهار مشربك، نهار فيه طاقه كثير كبيره، بيبقى عليك انت تركز على هالطاقة، تهتم بحالك، ما تشوف غيرك شو عم بيعمل، ما تنرفز، ما تفش خلقك بغيرك. في احتمال انه غيرك هو يكون عليه حق لانه عم بيتحداك وعم بيستفزك وهو اللي عم بيرميك بحجرة او بكلمة. انت مطلوب منك اليوم لحتى ما تأذي حالك، ما ترد على حدا، كون هادئ تماما. بعد في بكرة ايضا، بكرة شوي بتتحسن، فاليوم تجنب المشاكل بقدر المستطاع لحتى ما يصير في جفا ومشاكل صعبة ومعقدة. الأكثر تعبا هو مولود شهر أيلول سبتمبر. بنتقل لبرج الميزان. مولود برج الميزان في شغل، في أجندة اليوم حاسسها من الصبح، عارف حالك انه نهارك طويل، يا اما بدك توصل مأخر على البيت، يا اما حتى ولو البيت مكمل الشغل معك، ليش لا؟ اشتغل اليوم، شهل اليوم، نصيحة اشتغل اليوم على الأمور الصعبة لأنه بكرة الجو ما رح يساهم معك، بالعكس يمكن يعاكسك. فاليوم نهار طويل، لكن معليش نظم وقتك، اشتغل على أهم الأمور وخلصها اليوم. انتبه لبعض المسائل الصحية، ما تخليها تتراجع. هنالك حظوظ اليوم عند مواليد 10 11 12 و13 أكتوبر. بنتقل لبرج العقرب. مولود برج العقرب اليوم نهار بتكمل في معك القصة، اليوم هو اليوم يلي لازم نحط النقطة على السطر وننهي تشابتر الفصل لحتى بعدين نبلش أمور جديدة مختلفة، لكن اليوم هو نهار يلي لازم تكثف فيه أعمالك، تحركاتك، اتصالاتك، لأنه اليوم الأمور بتزبط، بقية الأسبوع مش رح تزبط. وكون حذر 24-25 أكتوبر، إذا عندك مشاكل جرب تحلهم اليوم لأنه معقول يتأزموا في الأيام الباقية بهيدا الأسبوع. كمل مع برج القوس. مولود برج القوس لأنه في عنا هالمربع بين القمر والشمس،
طرف منه عم بيواجهك، فبتحس حالك انه لا ظابط حال، لا ظابطة امورك لهون ولهون، بتجرب ما بتمشي الحال، تاخذ خيار اخر كمان ما بيزبط، بالبيت ما عم بيساعدوك، طالع من البيت منك مرتاح، بتروح على الشغل بتلاقي الامور مطربقه. احسن شيء تعمله انك ترتاح شوي، ما تبعثر طاقتك، ما تشتت افكارك، ضبضب حالك، ضبضب فكرتك، اشتغل على مساله صغيره، خلص منها بعدين انتقل لمساله اخرى. هيدا الجو، هيدا الترتيب بكيفك، وبكره رح بتكون مبسوط وبكره رح تحتفل. الاكثر توترا اليوم فينا نقول هي مواليد 13 و 14 ديسمبر. بنتقل لبرج الجدي. مولود برج الجدي رتب افكارك، افكارك قويه، ذكيه، فيها تكون بمحلها، فيها تكون سابقة لوقتها. حاول تركز، روح على امتحانك، ما تخاف، قوي قلبك، لأنه ما رح تنقصك الفكرة، ما رح تنقصك الطلاقة والفصاحة. منين عم يوصلوا ما بتعرف، لكن اليوم أنت شخص مميز بفكرك، بطاقتك الجسدية، بقدرتك على التفاهم مع الناس، مع إيصال الأفكار في الكتابة بشو ما كان. اليوم نهار نشيط جدا وفعال لإلك. 23-24 ديسمبر الأكثر حظا. بنتقل لبرج الدلو. مولود برج الدلو نهار، هو نهار بصراحة نهار مكاسب، هو نهار بيغير الأمور، بيدخل لإلك خبر جديد مفرح، بيدخل لإلك نوع من خطوة جديدة، صفحة مختلفة نوعية، بيدخل أيضا مجال لحتى حدا من الأشخاص اللي بتحبهم وعزيزين على قلبك هن يكونوا الطريقة يلي رح، هو الطريق يلي رح يفتح لإلك مجال جديد. في خبر حلو، في تقدم، في نوع من تصحيح لقصة كنت خسران فيها بترجع أنت تربح فيها. لكن ضلك حذر 26-28 كانون الثاني يناير من السرعة، من التسرع ومن الانفعالات. بنتقل لبرج الحوت. مولود برج الحوت في شيء حابب أنه أنت تدخله على بيتك، على منزلك، على حياتك الخاصة، على أفكارك، على نظامك، روتينك اليومي والأسبوعي والشهري إلى آخره. شيء جديد عم بيلون حياتك اليوم بأمل وبتفاؤل. الأمور يلي كانت مش ظابطة أو اللي أنت بعدك ناطر لحتى تزبط وما زبطت، في احتمال أنه اليوم تكمل معك. الأكثر حظا اليوم هي مواليد 14-15 و16 أدار مارس، بدي يضيف عليهم 5 و6 أدار مارس. بختم مع مولود اليوم. بانتظار مولود اليوم تقدم بهيدي السنة، تقدم، لكن التقدم له نوعية كتير كبيرة دسمة جدا، سواء كان نجاح بدبلومة، سواء كان تفوق بعمل مهني، ترقية أو تغيير نوعي أو حتى اجتماعيا بتبين الأضواء عليك هيدي السنة، لكن لازم تعرف أنه بجهودك بتقدر توصل فقط لا غير. حزيران، يونيو، أكتوبر، وشباط، فبراير هن أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة. باي باي. شكرا لك كارمن. وطبعا بدي اذكركم اليوم الخميس، فاذا كارمن ترجع تنضم لنا بعد شوي بعالم الصباح وبتتلقى اتصالاتكم مع زودياك. كمان من فقراتنا اليوم على صحة السلامة مع روى عن كندا بأرض ورد، لما مع شوفي، واكيد تانيا بخلينا نحكي. رح ناخذ بريك ونرجع نتابع. رح نتابع سوا فقراتنا لليوم مع صحة السلامة روى وضيفتها، واليوم الموضوع عن الأهل، شو لازم يعرفوا، شو لازم يطرحوا أسئلة على طبيب الأطفال يلي أكيد واجباته أنه يعطيهم كل هالمعلومات بشكل مفصل. وحديثنا موجه اليوم كمان للشيف حسين أكثر وأكثر. تفضلي روى. صباح الخير لكل المشاهدين وصباح الخير لإلك غادة. مزبوط، منزور طبيب الأطفال بيكون في أسئلة كتير ببالنا، بس نوصل لعنده بننسى شو بدنا نسأل، وبنرجع على البيت بنصير مشغول بالنا على البيبي الجديد، هل يا ترى عم بيتطور مثل ما لازم، هل في أي تأخر بالنمو والتطور العقلي والحركي والاجتماعي. رح نحكي عن هالأمور مع ضيفتي دكتور دانا بدر، وهي اختصاصية بطب الأطفال. صباح الخير دكتور دانا. صباح النور. أول شيء بدي أقول لك مبروك، صار عندك بيبي جديد. Thank you. الله يخلي لك.
فعلا يعني شو بتشوفي بالعياده لما بيجوا الاهل مع مولود جديد؟ وطبعا طبيب الاطفال بيتابع هالمولود الجديد لحد ممكن يصير عمره 18 سنه، بضل ممكن طبيب الاطفال هو يتابع الشخص بمرحله الطفل بعده مراحل ومرحله المراهقه كمان. شو ابرز اللي فينا اذا بدنا نقسم كاتيجوريز او فئات التطور اللي بيمرق فيها الطفل شو هي؟ مزبوط رواس، موضوع التطور عند الاطفال هو موضوع كثير مهم للاهل، لانه الاهل بيلعبوا دور كثير اساسي بتشخيص اي تاخر بالتطور العلمي التطور الذهني. هن اول شيء بيلاحظوا. صح مزبوط، هن اكثر من حكيم الاطفال لانه هن كل الوقت مع الطفل بالبيت، سو هن كثير بيساعدوا بالتشخيص، سو هن لازم يعرفوا هيدي القصص اللي هي اذا تاخر فيها الطفل لازم يتخبر الحكيم. نحن التطور عند الاطفال بنقسمه لثلاث اقسام، اول شيء عندنا اللانجوج والسوشيال سكيلز اللي هي التطور الاجتماعي واللغوي، هذا اول وحده. ثاني وحده التطور الفكري اللي هي الكوجنيتيف سكيلز، ثالث وحده اللي هي التطور الجسدي اللي هو الفيزيكال او موتور سكيلز والحركه والمشي ويقدر يمسك اشياء ويتكل على نفسه. طيب خلينا نحكي عن كل فئه من هالفئات اللي لازم الاهل ينتبهوا عليها ويخبروا طبيب الاطفال اذا لاحظوا انه طفلهم متاخر بهالمكان هيدا. اذا بدنا نحكي اول شيء التطور الاجتماعي واللغوي والتفاعلي مع الطفل لما بيتفاعل مع اللي حواليه، شو ابرز الامور؟ امتى بنبلش نشوف الطفل عم بيتفاعل؟ صح، فنحن اول شيء بالتطور اللغوي والاجتماعي بنبلش اول شيء الولد، نحن بنعرف انه اول ما يخلق تقريبا بعد شهر بيصير بيضحك، بنسميها سوشيال سمايل، هيدي موجوده عند كل الاولاد، بس يصير متفاعل الطفل يعني لعمر الاربع اشهر لست اشهر، هذا العمر كثير حلو عند الاولاد، بنلاقي كل الاهل بينبسطوا بهالعمر لانه ببلش الولد يتفاعل معهم. يعني بيكون عم بيضحك يعني عم بيتجاوب يعني ايه، بس قبل بتكون الحركه لا اراديه الابتسامه. ايه بنسميها سوشيال سمايل، يعني بيضحك للوجه بس انه لحتى يكون متفاعل اكثر، يعني يكون عم بيضحك لانه انت عم بتلعبيه، هيدي الاساس بتصير بعد عمر الست اشهر، اربع اشهر لست اشهر. نعم. هلا على الست اشهر ببلش يضحك على صوت عالي، كمان الاهل بينبسطوا بهالمرحله من حياته. طيب اذا على الست اشهر ما ضحك على صوت عالي في شيء غلط؟ اذا ما ضحك بالمره ايه. لازم نحن هون من لازم يخبروا الحكيم، لانه نحن بنصير بنشوف علامات اخرى لحتى نشوف اذا في عندنا اي مشاكل بتاخر تاخر التطور عند الاطفال. نعم. هلا الشغله الثانيه اللي هي بالتطور اللغوي والاجتماعي هي اللانجوج. الواحد اول شيء الاهل لازم يعرفوا انه الطفل من داي زيرو حتى من داي ماينس وان، يعني حتى لما الطفل يكون جنين لما يكون برحم الام لازم الاهل يبلشوا يحكوه، لازم يكون عم بيسمع حكيهم، يسمع كلامهم، بيعرف صوتهم، لانه كمان حاسه السمع بتنمى على عمر على الاربع اشهر برحم الام. نعم. بعدين اربع اشهر حمل، اربع اشهر حمل. نعم. بعدين لازم يحكوا كل الوقت، هذا الشيء كثير بياثر على النطق تبعهم، هيدا اول شغله بتاثر على النطق، ولازم الاهل يعرفوا كمان انه نحن عندنا بمجتمعنا مشاكل بالسمع. نعم. وهي نقطة كتير مهمة. صح، لأنه الأهل ما بيعرفوا، وهيدي شفتها بحالات أهل عم بيحكوا عن أطفالهم ما عرفوا أنه البنت ما عم تسمع إلا لعمر السنة. فكان يعني كانوا تأخروا ليقدروا يعملوا العملية ويكون في زراعة على القوقعة، والبنت تأخرت بالنطق، تأخرت بأمور كتيرة، فيمكن الأهل بيعتبروا أنه هو طفل صغير بينام ما رح يتأثر بالصوت، أو يمكن إذا سمع طبشة باب عمل ردة فعل، هل هي كافية؟ كيف بنعرف أنه البيبي عم بيسمع؟ صح، فنحن هلأ عملنا بالوزارة الصحة وحتى بالتوصيات الأمريكية نعمل فحص سمع عند الولادة. هذا لازم كل الاهل يعملوه، ما ابدا يطنشوا. طب المستشفيات بيعملوها بصوره روتينيه؟ المشكله المستشفيات بس ايه، في مستشفيات كثير صار هلا عددها عم بيكتر، حتى نحن على الدفتر الصحي زودنا هيدا الفحص ونقدر نعمله بطريقه ريجولر لانه كثير بتاثر على الطفل. نعم. بتاثر اول. نعم سوري، ممكن الاهل يطلبوه يعني بعد الولاده يذكروا بالمستشفى، يطلبوا انه نحن بدنا ينعمل فحص السمع للطفل. مزبوط. لازم على طول هن يطلبوه، اذا ما المستشفى خبرته لازم هن يطلبوه. هلا ليه نحن بنعمل هذا الفحص؟ لانه لازم اي مشكله بالسمع
نقدر نشخصها قبل عمر 6 شهور لانه بهالوقت بتكون هذه المشكله ريفرسبل بنقدر نرجع نصلحها. بس اذا تاخرنا اكثر من 6 شهور حيصير عندنا ضرر اوريدي صار. شو هو الضرر؟ الضرر انه بيكون عنده تاخر بالتعلم، ليرنينج ديلي، حيصير عنده تاخر بالنطق، حتؤدي لمشاكل بالمدرسه. سو نحن كثير هذا الشيء بنركز عليه على التطور اللغوي. طيب نحن كيف بالبيت بدنا نعرف انه الطفل عم بيتجاوب السمع، السمع مزبوط او صحيح سليم؟ سو نحن اول شيء في كثير اهل بفكروا انه اذا طبش الباب نأذي البيبي، هذا يعني عم بيسمع. هذا الشيء مش مزبوط. يمكن يسمع الاصوات العاليه ما يسمع الاصوات الواطيه، يعني التوشوش ما يسمعه كمان. هيك نحن بنعمل فحص. بس غير الاشياء الادله اللي فينا نعرف انه هو عم بيسمع، لما نحرك قدامه شيء عم بيعمل صوت ويلحقك بعينه، يلحقك يبرم راسه للصوت، هدول الاشياء العلامات لانه فينا نعرف انه عم بيسمع. بس هيدي ما بتكفي، لازم ينعمل الفحص اكيد. والفحص بينعمل مره واحده عند الولاده ولا بيرجع بينعاد؟ هلا نحن عم نعمله عند الولاده. نعم. اذا صار عندنا مي ورا الطبله، بعد التهابات بالاذن، مي ورا طبله الاذن، ورا الالتهابات، بنرجع بنعيده. اذا في عندنا الاهل عم بيجي يقولوا لنا عم نحس في تاخر عنده بالمدرسه، عم بيقولوا لنا ما عم بيسمع، بده يقعد قدام اول طبقه لحتى يسمع، بنعمل فحص. يعني ساعتها بيكون في عندنا انديكيشنز، في عندنا مؤشرات. طيب امتى اول كلمه ببلش يقولها الطفل؟ باي عمر؟ اول كلمه بيقول الطفل هو ماما، بابا، دادا. ببلش اكيد نحن ببلش قبل بيقول اغ وبي بابلز، يعني بنسميه بيعمل اصوات، بيعمل اصوات على عمر 6 شهور. بس لحتى يقول ماما ودادا هي على 9 شهور. والام والبيبي يتنافسوا مين رح يقول قبل، ماما ولا بابا؟ صح مزبوط. هلا على 9 شهور بيقولها نون سبيسيفيك، ما قصده يقول ماما لماما وبابا لبابا، لا. بعدين على عمر السنه ببلش الطفل بيقول كلمه واحده، على عمر السنتين كلمتين. نعم. يعني على عمر السنه بيقول مي، سنتين بيقول بدي مي، باب افتح باب، هيك بيصير بيقول. اوكي. بعمر السنه بيكون عنده تقريبا فوكابولير عنده تقريبا 10 ل 50 كلمه. نعم. على عمر السنتين بيصيروا 100 كلمه ل 500 كلمه. فاذا بدنا اعتبارا من عمر 6 شهور لازم يبلش نشوف يعمل اصوات ويبلش نبلش نقول شوي لانه احرف صغيره. طيب بدنا ننتقل للموتور سكيلز او التطور الحركي عنده للطفل. امتى بنقول، يعني بنقول مرات انه بنشوف يمكن الارجل متقوسين او عنده فلات فوت، قدم مسطح، هيدول كثير مرات بيقولوا لا بيرجع بيكبر الولد وبيجلس، هل هالشيء صحيح؟ مزبوط. فنحن اول شيء الرجلين التقوس الاجرين اللي هو بنسميه البولكس بالانجلش، هذا شيء طبيعي فيزيولوجيك بنسميه ناتشرال لعمر السنتين. للسنتين. بعد السنتين لانه هو عم بيكبر، عظمه عم بيكبر الطفل. نعم. سو بعد عمر السنتين بصيروا نوكنيز، يعني بصير الركب كمان، يعني بصير بالعكس الركب فايت لجوا. هذا الشيء طبيعي لعمر الست سنين كمان. هلا نحن اكيد بالزياره الطبيب الاطفال نحن بنفحص الهبس، بنفحص الوراك، بنفحص طول الاجرين. اذا لقينا في شيء الارمينج، يعني في شيء بخوف، ساعتها بنطلب صوره. بس لعمر السنتين تقوس الاجرين از نورمال، طبيعي، ما في لزوم نخاف. حتى الفلات فوت الاولاد اول ما باول مشيون، اول مشيون، اول كم سنه من حياتهم بيكون المفاصل والانسجه كثير طريه، فبتخلي الاجر تكون فلات. يعني هذا الفلات فوت از كمان نورمال، از ناتشرال عند الاولاد. يعني القدم المسطحه عادي لاي عمر؟ بنضلنا نحن معنا مجال لعمر الست سنين. اوكي. هلا اذا بقيت بعد 7 سنين ساعتها هون فينا نصلحها اذا كانت عم تسبب له وجع او عم بتكون ستيف، عم تكون كثير ميبسه اجره. اوكي. بس هيدي الحاله اللي بنعالج فيها، بغير هيك ما في مشكله. ما بنعطي ولا شوز ولا بنعطي يعني ما بنحط ما بنلبسه حذاء معين يعني لحتى يمنع هذا الشيء لانه حيضايقه بزياده. نعم. اوكي. طيب قلنا كمان التطور العقلي او الذهني، كيف بدنا ننتبه لهالموضوع؟ يعني شو المؤشرات اللي الاهل بيقدروا ينتبهوا لها؟ اوكي. سو التطور الذهني هذا كثير بيتعلق بالاهل وكثير بيتعلق انت كيف بتعلمي للطفل. كمان هيك نحن بنقول للاهل انه يقضوا مع الولد كواليتي تايم، يعني يقعدوا معه يعلموه هن الام او البي، حدا من الاهل يعلموه الالوان، الالفابتس، البادي بارتس، الارقام، لانه هو هدول رح يلقطهم من هيلقطهم بالمدرسه. بس احلى انه يلقطهم قبل من الاهل. سو لما يتطور هذا الشيء كثير حيساعده انه يكون عنده التطور الذهني على المستوى اللي هو بالنسبه لعمره. نعم.
طب انت بنعرف انه اذا الولد رح يطلع بيستعمل ايد الشمال ولا ايد اليمين؟ بيصيروا الاهل مرات انه كل ما يمسك شيء بايد الشمال بيشيلوه بمسكوه بايد اليمين. على اي عمر ببين مزبوط؟ وهل لازم فعلا نغير؟ نغير لا غلط. نغير لا، هو الطفل هو اللي بيقرر، يعني هو حتى هذا الشيء ديبندز بيتاثر بسنترز بالدماغ. نعم. كرمال هيك نحن ما بنحب انه نغير، فيهم يساعدوه يتعلم على الايد الثانيه، هذا شيء كثير بيساعد، بس انه يغير لا، ببلشوا يقرروا هذا الشيء على عمر السنتين. على عمر السنتين ببين اذا هو بيستعمل يمين مزبوط. اتس رينج، هو من سنه ونص تقريبا لثلاث سنين، بس انه تقريبا عمر السنتين بيكون خلص عم يبلش يقرر. وكل الدراسات بتبين انه حرام نجبر الطفل يغير، لانه مثل ما قلتي في مراكز بالدماغ هي بتتحكم بهالموضوع، فهي بيكون شيء خلقه يعني ما تركيبه دماغه هيك مركبه، فحرام نرجع نجبره انه يغير. شكرا لك دكتور دانا. مشاهدينا اكيد بعد في كثير اسئله، وبوعدكم رح يكون في عده حلقات عن هالموضوع، واذا عندكم اي اسئله بتحبوا تعرفوا عنها إلى علاقه بتطور طفلكم ونموه بعثوا لي اياهم، واكيد بنرجع بنعمل حلقات عنها. شكرا لمتابعتكم، نرجع لعندك غاده. مرسي لك روى اكيد، ولضيفتك طبعا، ان كان الاسئله بما يختص بحلقه على صحه السلامه او اي موضوع ثاني، اي محطه ثانيه بعالم الصباح، دائما فيكم تبعتوا لنا كل استفساراتكم على جميع وسائل التواصل، وخصوصا رقمنا المخصص لعالم الصباح يلي فيكم تبعتوا من خلاله عبر الواتساب. خليكم معنا مشاهدينا، ناخذ بريك ونرجع نتابع. عودة إلى متابعة فقراتنا لليوم بعالم الصباح. موضوعنا طبعا هو الشغل الشاغل بهالأيام لجميع الناس، ما بقى في شيء عيب أو ما بقى في شيء واحد يخبي، عمليات التجميل وخصوصا تجميل الوجه، وين وكيف رح نحكي تفاصيل أكثر أكيد مع لما بيشوفي وضيفة لليوم. صباح الخير. صباح النور. صار الساعة عادة. هلا هي عادي لإلي بعض الناس، يعني انا بحكي اذا بدي اعمل شيء بحكي، بس ما انا كثير عادي للسيدات. لا بعد إيه، لا كله بخبي، ايه كله بيضلوا يعني بين العشرين والثلاثين اجمل إيه 10 سنين عند السيدة، هن اكسبسيون ما بيخبوا ما بيخبوا. اليوم رح نحكي بهذا الموضوع مع ضيفي دكتور تشارلز شاعر. صباح الخير. اجا اكيد طلع معنا قبل بمره، واليوم حبيت انا ودكتور تشارلز نحكي عن موضوع كتير كتير حديث البلد، هو التكساس فيس. هيك عنا كذا تحديد الفك، عنا كتير تسميات نسمعها بهالمنطقه بالذات، يا ريت انا وانت منبلش نحكي عنهم هيك بالتفصيل. اوكي، هلا اولا بالنسبه لتحديد الفك عنا عده تقنيات لحتى نحدد ونعمل الجو لاين الكونتورينج، يكون مستقيم، يعني هذا مثل ما كلنا بنحلم هيك انه هي القصه هذه اكزاكتلي. فالحلو انه بالشباب بتلاقي في ديفينيشن بين الرقبه والوجه، بيكون عندك جولان فك محدد. اوكي، فمع العمر الواحد ببلش يترهل، ببلش يخسر هذا الجولان، وبعض الناس خلقانين ما عندهم هالديفينيشن، لان في مالتيبل فيس تايبس، يعني في عده أشكال للوجوه. بالإجمال بمنطقتنا ما عنا هيدا الشيب الكتير هيك قوي، صح؟ عن بعض الناس فيه. في عنا بالإجمال. بالإجمال منه كتير شارك. فعلا بأمريكا بطبيعة بعتقد. أي بس هلا التكساس الريفرنس هو أكتر للرجال. للرجال. هلا طبقت مش من زمان بالنسبة للسيدات. للسيدات كتكنيك، وخاصة بالخليج طلعوا بهالاسم أكتر. وصاروا يعني يشتغلوا على هالموضوع او يطلبوها لحتى يحددوا الفك لياخذوا هذا الديفينيشن او الكونتور. مزبوط. بالنسبه للفك بتحب نورجي الصور ونحكي عنه؟ اكيد، يعني فينا نفرجي الصور لحتى نعطي شويه ريفرنس بالنسبه أكثر للنجوم والمشاهير. وهون بنشوف اول شيء الفيزيولوجيكال تشينج بين الشخص اللي بيكون صغير بالعمر وقتها بيكبر، كيف بيقشط الوجه، هو كيف الوجه ببلش كتراينجل مزبوط جاي عريض من فوق وبينزل نزول
اوكي مروس لحد الدقن اوكي وعند مع العمر يعني بتلاقي صار العكس صار قلب فصار عندك الايبكس تبع تراينجل فوق نزل والعرض من تحت ليه بصير عندهم سكوير شيب اكثر من وراء الترهل بينزل فبيخسروا هذا الديفينيشن والجو لاين اوكي فذاتس واي دائما نحن بنلجا للفي شيب او هلا صار في كمان تكنيك جديده الفي شيب كونتورينج تبع الوجه وين بدنا نبرز الاماكن يلي بيضووا تحت الضوء اوكي اوكي هن الفورهيد اوكي الجبين وعندك الخد بده يكون في شيب طلوع مزبوط اوكي صح وعندك الابر بارت تبع الليب اوكي اوكي وعندك التشن اورايت عندك هول كلهم لازم يكونوا هول اللي بدهم يبينوا ك في شيب اوكي رح نشوف الصوره اللي وراها الصوره اللي وراها بتفرجينا عده الوجوه اللي موجوده بالحياه الطبيعيه مزبوط. يعني بتلاقي ناس بيخلقوا معهم ريكتانجل شيب عندهم وجه على شكل قلب مزبوط. وجه مدور وجه اوفال صح. وجه تريانجل اوكي في عندك عده اشكال وفورمات للوجه مزبوط. فالتكسس او تحديد الحنك ما بيلبق على الكل صح يعني منا شغله لحتى تطبق على كل العالم يعني في ناس فيهم يطلبوها وفيك تعمليها وفي بعض العالم يعني ما بتزبط عليهم ما بتلبق يعني بيصير بشكل معقد اكثر صح صح هلا رح نشوف الصور اللي وراها هون هلا كمان هيدي اكزامبل اوف وجوه السليبرتيز النجوم بهوليوود بتلاقيهم كل وحده عندها فورم انا بدي اشوف الصور اللي حطيت لنا اياهم كمان اللي جايين ورا هدول هلا عن الكيسز هلا اوكي عم نشوف هون هون كمان لنفرج الفرق بين الرجال يلي لازم يكون عنده عرض بالفك نعم والنساء يلي لازم يكون عندهم شوي هيدا سليم اوفر لوك مش الشارب منه كثير محدد يكون محدد بالمنظر الجانبي بس مش الامامي مش الامامي اوكي الامامي لازم يكون شوي اوفل وسليم مش عريض بس هيدا صار في شغل يعني كثير دقيق اكيد اتس فيري ريفايند يعني مزبوط فانت وقت بتعمل يعني بدك تعبي هيدي المنطقه حكيم اول شيء سؤال بيطرح حاله في وجع لوكال انستيزيا قدي بيضلوا هالبرودكت وقت انت بتحدد الحنك هلا حسب التكنيك يعني اذا بدنا نعمل التكسس هو التكسس شو استطاله الفك من زاويه الفك للدقن اوكي فالتكسس فعلا مش تعريض هو لازم يكون تحديد اوكي احنا فينا نعملها بالفيلرز لانه هو تعريض انه انا بدي اعرض بنفوت بالفيلرز وما بدي يعني بنج موضعي كتوبيكال كريم صح اوكي ونفوت بالابره والابره عاده الهايلورونيك اسيد الفيلر صح. او الدهن اوكي يلي جسمك بيتقبله منفوت ومنعبي منحدد الفك على الزاويه هون مزبوط اوكي لنشد طلوع هون عم نشوف كيسز هون كمان في سيلبرتيز يعني بتشوفي كيف كانوا قبل هن وصغار وكيف عرضوا شوي او حددوا بنشوف قبل على الشمال كيف مزبوط. كانوا قبل على الشمال توم كروز يعني. دخلك اول واحد ايه توم كروز توم كروز بعدين فجاه شفناه لتوم خلاص رجع صار عنده هالتكساس هالماسكولين لوك هلا عندنا هون مدين جيم منحس في تحديد للوجه كمان صار في تحديد بسيط يعني بتشوفي على الفارق فارق انه بالنسبه ل... يعني واحد ما بيطلع فيه. والاخر سيلبرتي كاندل جينر مزبوط كمان صار عندها هذا الترانسفورميشن من ورا من زمان لهلا وبتلاقي انه مش بس حددت كمان طولت وعملت هيدي البروجكشن للشين لانه عاده الوجه من يعني الوجه بيندرس يعني في عندك ميجرمنتس انت قلت لي انه كله بيمشي على سنتيمتر على من هون لهون قديش لازم التروجكشن تبع اوقات الناس بيكون انفه طويل بروبورشنال وذين الناتشرال انجلز صح في ناس اوقات بيكون الانف طويل بيفكروا بدهم يزغروا من خرهم وبيكون لازم يقدموا بدهم تقديم شوي بالدقن ايه مزبوط هلا يعني. عم نشوف الصوره الثانيه كمان هون هلا هاي عند صبيه مثلا ايه بس لحتى هاي مريضه عملت لها عمليه بسيطه اوكي نعم. تحت بنج الموضعي نعم. لان هي خلقانه عندها وجه منفوخ من هون عندها نعم. خدود وما عندها أوكي. من هون وما عندها جو لاين محدد وما عندها ترهل بعدها صبيه يعني نعم. ما في شد الوجه او اي شيء لنحدد لها الحنك فاضطرينا نعمل لها عملية صغيرة اسمها بيتشكتومي ايه؟ نعملها لوكال انستيزا منفوت جوات التيم نعم بنسحب الفات البوكتس يلي هون نعم بنسحبهم بنشيلهم حددت لها هيدي
عملت لها السلوات الخفس الخفسه صغيره بعد 10 سنين رجعت بتقول لك حطوا لي لا احنا ما بنشيل كل شيء بنحافظ على شوي منهم بس لحتى ما نجور بالمستقبل ضروري ضروري يكون في عنا هيدي الخفسه يعني بقيت انت شلت لها شوي احنا ما بنشيله عند الكل بنشيله عند اللي بيكون عنده اكسس مثل الطبيب اوكي وبس حددنا لها شوي طولنا لها الدقن بالفيلر والفات اللي شلتهم ما فيك ترجع تستعملهم غير مطرح هلا هول بيجوا مثل بولز بيجوا يعني السؤال بس هيك على اساس وهلا هون كثير حلو هلا هون عندك مريضه مثلا كان عندها الدقن جاي فلات نعم فعملنا لها شويه بروجكشن طولنا لها اياها شوي بس لحتى نعطيها مور الهارت شيب مزبوط لان وجهها منه عريض اوكي بس عندها الفلاتنس يلي بتشن يلي شوي بيقطش عم بيقطش الوجه الوجه فعملنا لها هيدي البروجكشن باخر صوره اللي تحت بتلاقي انه هاي المريضه عندها شوية ترهل من قدام بس كان بدها شوية تطويل بالدقن كمان نفس الوقت فحددنا لها الفك وبنفس الوقت طولنا لها الدقن لحتى يكون عندها هالخط اللي جاي من مرسوم اول رسم. مرسوم رسم محدد حكيم قديش بيداين هيدا الموضوع يعني انا مثلا اذا بدي تروح لعندك المريضه وعملت تنقول تحديد الفك وزبطته قديش بدها قد ايه بيداين عندها لانه الفلوس اكيد جامدين هدول عاده هيك بروسيجر تاخد مثلا 1 سيشن ماكسيموم 2 سيشنز نعم اوكي لحتى نحط الفيلرز نعم يلي منا دائمه نعم مؤقتا اكيد والفيلرز بتضاين مثلا الفوليوم فيلر يلي بيكون الكروس لينكينج تبعه بيعطي حياه للفيلر اطول اوكي بضاين بين التسعة اشهر للسنه يمكن سنه وشهرين نعم فببعض الحالات يعني بتلاقي انه بضل ماسك ومع الوقت يمكن يضطروا على فيلرز اقل يعني اول مره يمكن بمنطقه بتحط 1 ام ال بعد فتره يمكن تضطر تحط 0.8 يعني 0.6 يعني سبحان الله يعني الجسم بيرجع بيكون وبيرجع بيعمر يعني بيعمل هالريكونستراكشن بعد في عندنا هيدي اخر صوره للسيده كبيره بالعمر هيدي بس إيه لحتى نفرجي انه حتى عند السيدات الكبار مثلا ما فينا نعمل لهم تحديد الفك بالفيلرز نعم فبكون عندهم ترهل من هون بكون عندهم دهن فبنضطر نعمل لايبوسكشن نعم اوكي بالليزر بنج موضعي لحتى نعم. نشيل الدهن ونشد الجلد بنفس الوقت وبعدين بهالمريضه مثلا رجعنا لجأنا للشد الخيطان لنحدد الفك على عالي وشد الخيطان بس هي اخر كلمه نقولها اي جلد بتقدر يبين عليها الريزولت بالخيطان اول شيء اكيد بدنا نستعمل خيط مش قبل بده يكون خيط يلي بدوب بوليلاكتيك اسيد او كابرولاكتون اوكي وبده ينحط بجلدي ما لنا رقيقه كثير والا بتبين ومش ثقيل كثير لحتى ما لحتى ما تخ تاخذ نتيجه يعني بالنهايه في عده نوعيات جلد ما بينجحوا بالخيطان ميرسي كثير دكتور نحن اكيد بيكون عندنا حلقه ثانيه نحكي اكثر عن النافيتي ناك ونحكي عن فيس ليفت وناك ليفت ان شاء الله لانه حنضلنا بهيدا بهالموجة نحكي ثانك يو سو ماتش وميرسي كثير على المعلومات الحلوه اهلا وسهلا فيك ميرسي لك لما دائما عندنا هيك مواضيع نحكي فيها ونعطي توعيه للمشاهدين عن شو عم بيصير اخر التقنيات خليكم معنا مشاهدينا فورا رح ننتقل لعند الشيف حسين وضيفه اليوم لحتى نتابع معه ورشه ملح رمضان كريم من جديد لكل المشاهدين وما كنتوا عم بتتابعونا مثل ما خبرناكم ببداية عالم الصباح معنا توني شرفان صاحب شركة توني فود جاي حضرنا وصفات رمضانية بامتياز وأيضا من منتجات توني فود أهلا وسهلا فيك وصباح الخير من جديد لألك صباح النور لألك والمشاهدين شيف حسين نحن بلشنا من الصبح بالتحدي أنا وياك يلا ولنشوف هلا كيف بدنا نبلش بس لحظة لك شغلة التحدي تبعي انا بدي احضرها باخر فقرة لحتى تقول ما عم حضرها بس بدي اسلق الرزات نعم وعجينة الشيش براك ما بتاخذ معنا كثير وقت فرح احضرها انا باخر فقرة التحدي رح يكون انا وياك باخر فقرة مش هلا هلا في عنا شغلات رح تخبرنا عنها بردت الامور هلا يعني لحظة بدي اعيبك على شغلة بعدين في شغلة لازم اعيبك عليها شو هاي هيدي انا ما معي خبر البضاعة ما بتنزل بلبنان هيدي بتنزل برات البلد وان شاء الله قريبا رح نزلها هيدي كبه بالقلوبات كبه بالقلوبات نعم
بس انا حسب ما عرفت انه كثير طيبه، كثير مهمه مثل باقي انواع الكبه القمحيه واللحمه والبلغاري. بتعرف صار عندنا اربع اصناف كبه، هي اللحمه، هي البلغاري، هي كبه القمح، وهي هيدي الكبه. كبه بالقلوبات. كبه بالقلوبات. طيب شو راح نحضر اليوم؟ اليوم بدنا نحضر لكم الكنافه، الكنافه اللي هي معروفه تونس فود، كثير هينه. بدنا نعملها اليوم بالقشطه مع الفستق الحلبي، الفستق الحلبي اللي نقعناه قبل شوي، نقعناه شي ربع ساعة بننقعه، ومثل ما شايفين هلا الطريقة الثانية رح نبلش فيها كيف نبلش فيها. هلا أول شي شو رح نعمل؟ رح نحط الكنافة، الكنافة رح نفتح الكيس. اوكي. بتحب نفتحه هلا ها؟ نفرجيك، نفتح الكيس. بس هيدي عجينة الكنافة فيها سمنة. هيدي فيها سمنة خالصة، ما فيها، ما في مجال، ما بينحط لها شي أبدا، شي ثاني، وهي حطيناها على نار خفيفة. ليه؟ تندبلها شوي صغيره تتماسك لما بتكون عم تمدها بالصينيه. بعض الاوقات بتقول انه، بتقول الناس انه عم تفرط معهم. صح، امبارح بيكونوا حاطينها مثل ما هي بارده، مثل ما هي بارده. اوكي. نعم. فامبارح السؤال اللي كان عندنا، مشاهدينا لازم تحطوا عجينه الكنافه اول شيء على نار، على نار خفيفه لحتى تتماسك كلها، تصير عندنا فتره العجينه تقريبا. صح. نرجع بنحطها بالصينيه. الحراره تبعها بدها تكون بين ال 40 وال 50، يعني تنحمل، يعني تنلقط بالايد، وبنعملها هيك بهالطريقه. ولما بتسخن مزبوط بتصير تتماسك معنا لما بدنا نفلشها بالصينيه. لكن هيدي هي عجينه فلك الكنافه تقريبا. هلا الكنافه نحن بنعملها بالقشطه، بنعملها بالوجين، وجين، ونحطها بالصينيه صغيره. وهلا بنفرجيكم كيف بتنعمل بطريقه ثانيه، كيف بتنعمل. بقى هلا هيدي هي، انا عم بفرطها بايدي، كثير هين وسهله، بتنعمل هيك بهالشكل. وبنرجع بس تتدبل مزبوط، بس نكمشها هيك وتكمش بعضها مزبوط، يعني معناتها صارت منيحه. طيب هلا هون نحن رح نحضر القشطه، ورح نحضر كل المكونات، ونحضر التحضيرات الاوليه لبعد شوي رح نكفي باقي وصفاتنا انا وطوني شرفين. طيب هلا هول وصفاتنا بلشنا فيهم، وبعد شوي بنخبركم مشاهدينا بالتفصيل عن باقي، عن باقي الوصفات وعن الشيش بارك. اما هلا بالعوده لك هذا. يعطيكم الف عافيه شيف، اكيد ناطرين حتى تخلصوا كل هالتحضيرات لاطباق اليوم. نحن والمشاهدين بهالوقت ناخذ بريك، وبنرجع من بعدها منتابع عالم الصباح. بعدنا مستمرين معكم مشاهدينا بعالم الصباح لليوم، محطتنا التالية هي مع كندا ضمن أرض ورد. صباح الخير. صباح النور. عايز اليوم بلانتات مهضومين كالعادة. كالعادة. والهولة يعني النباتات هيك حسيت لك فترة اللي عم بيعطونا هيدي الزهره الوحده، او التركيز على قليل من الزهور دائما حتى تبين اكثر، صار لنا فتره عم نشوفهم وهيئتهم كثار. هلا ايه كثار اكيد. وبتشوف قديش طبيعه غنيه، ودائما بتستوحي من الطقس اللي نحن فيه. حسيت انه بلش الصيف. ايه خلص. ايه وهيدي نبته شكلها صيفيه كمان، يعني في الوان معينه بتوحي لك بمواسم، في اشكال حتى. اليوم عم نحكي عن، ما عرفتيها شو هي؟ هلا الاسامي تحديدا ما لا مش اسامي، شيء بيشبه، شيء بتشبه، هلا بتشبه من هون نبته نويل، يعني الروج شوي او الاناناس شوي. اناناس. أناناس. عم نحكي اليوم عن نبتة الأناناس، بس مش يلي بتحمل الفواكه اللي بناكلها، مع أنها بتحمل الفواكه بس يمكن تكون كتير صغيرة وما لها الطعمة يلي نحن عادة بنعرفها وبننطرها بالأناناس. بالمقابل في عنا شكل كتير حلو مثل ما قلتي، هاللون الأحمر يلي بتعطيني إياها الزهرة الحلوة واللي مبينة كتير بالنبتة يلي عنا إياها. تنبلش بالأوراق يلي هن كل نباتات الأناناس هن بنسميهم من عائلة البروميلياسي. نحن بنشوف كتير أنواع من النباتات حتى يلي بتنباع بمشاتل يلي عندها زهرة كتير شبيهة بزهرة الأناناس، بمعنى أنه عندها أوراق بتبقى لونها أحمر، أصفر، أورانج، فيولي، كل هالألوان هيدي. منها الجوزمانيا يلي كتير منشوفها كمان بالمشاتل، وتركيبتها كتير
تشبه تركيبة الأناناس. رح نشرح شوي عنها. أول شيء منبلش بالوراق يلي هن دايما بينمو بشكل كليل مثل كأنها روزات يعني مبرومين. كأن مبرومين على بعضهم. اوكي بشكو ما لحقت اللي كنت ما لحقت اللي كنت به. تاني شغله كتار من انواع الاناناس بشكو، فاذا عندهم وهذا بيميزهم خاصه اللي بتعطي كتير من الانواع اللي بتعطي فواكه بيكون عندها الوراق المسننه وسنه قوي كمان مثل ما قلنا بدنا ننتبه. وفي كتير كمان من الانواع خاصه اللي بنشتغل عليها تتكون ديكوراتيف او تزيينيه هي يلي اوراقها ملونه مثل ما شايفين، وعاده بتكون ملونه من جوا اخضر من برا عندها اللون الاصفر الكريمي شوي الفاتح، و بتشوفي على الكعب اللون الاحمر كمان مبين كتير لانه الزهره رح تعطيني هالنيونس الحمراء يلي بنشوفها مثل كانه ما بعرف هيك غطستيها بشيء اخذت شويه لون بس ضل اللون الاصلي كمان موجود فيها، فاذا بس الاطراف هن يلي ملونين. هلا الاناناس عاده يلي بتحمل فواكه وكل يلي عم نشوفون عنا اول شيء، فاذا قلنا هو الوراق القديم الوراق الاجدد وبعدين بنوصل على الاجدد. حتى الجوزمانيا يلي عاده بنشوف زهرتها وزهرتها الحلوه كثير هول يلي عم نشوفون هن اوراق، فاذا وقتها بنشوف الجوزمانيا مع هيدول اوراق بس حتى هالوراق من بيناتهم في عندي بيطلع ازهار بتشوفي. هلا حسب النوع في منهم بيعطوني ازهار من بيناتهم، في منهم على الراس بيعطوني زهره وحيده وهيدي يلي بتحمل عاده يلي بس حتى تتلقح بتحمل الفاكهه وبتكون هي على راسها للنبته يلي شايفينها. الاناناس نبته جايتنا من مناطق استوائيه اكيد من برازيل اكثر شيء من غابه الامازون، ولكن كمان موجوده بتايلاند هالمنطقتين وحسب الانواع يلي ممكن انه تكون موجوده. ما نحلم انه هيدي النبته يلي اذا جبناها على البيت رح تعطينا اناناس اقدر اكلها، لا اوكي كثير ما نروح بعيد هالقد لانه حتى الاناناس يلي بنزرعها لانه كثير قيم ثمره الاناناس ممكن انه ناخذ الراس تبعها الاوراق ونزرعها وترجع تعطيني اوراق جديده وتعطيني شكل لزينه كثير حلو، حتى ممكن تعطيني بالنص الزهره يعني القمحه اللي بتعطي الزهره، ولكن بتضل عم تعطي ورق ما رح تعطيني الفواكه لانه ما ممكن انه اقدر اعطيها عن جد الظروف يلي هي بحاجه لها بقلب البيت يلي انا بدي اكون مرتاحه فيه، يعني بدي رطوبه كثير ما بقدر انا اتحمل الرطوبه كثير، بدي حراره كمان نوعا ما مرتفعه، بدي ضوء معين، بدي كثير بارامتر كثير قصص ظروف ما ممكن انها تكون متوفره بالبيت. والهدف من انه نزرع الاناناس هو مثل ما قلت بس للزينه مش لحتى نحصل على الفواكه تبعولها. حتى نختصر شوي شو هن احتياجات هيك انواع من النباتات، اول شيء بما انه عندها هالسنين عاده هيدول هن للحمايه يعني بيحموها من كثير اشياء، بيحموها كمان من العطش كمان بيحموها من الحراره المرتفعه وبيحموها من العطش. شوي نشبهها بنرجع للكاكتوس مثلا يلي الوراق تبعولها بيتحولوا للابر، وعاده كل شيء موجود بالنبته هيك اكيد بيحميها من عوامل خارجيه ميكانيك يعني اذا بتجي عليها، وكمان من العطش لانه هالسنين هيدول هن بيكونوا مثل بيزغروا التماس ودائما بيكونوا على هل مكان هيدا فيهم واكس يعني كل شيء بيبقى فيه شوك او ابر بالنبته بيبقى مثل كانه مغلف بطبقه من الشمع شيء بيشبه الشمع، وهذا الشيء بيحميها من الحراره وكمان من العطش. مشان هيك لازم نعرف انه الاناناس ما بدها كثير مي لحتى تقدر انها تعيش، مع انه بنحس بالعكس انه اذا بتاخدي انه ثمره الاناناس فيها كثير مي قديه عم يسقوها حتى هالقد طلعت مزبوط. لا منه مش عم نسقيها كثير، عم نعطيها رطوبه بالجو كثير، وبالعكس وقتها بتسقي كثير نبته الاناناس ما رح تطلع معك طيبه، رح تطلع
معفنة رح تطلع بلا طعمة ما لها كتير الطعمة تبعولها، بينما وقتها بتكون قاسية وعندها الطعمة القوية كتير معناتها انه اخذ الظروف يلي هي بدها اياها. فاذا اذا كانت موجودة عندنا بالبيت نسقيها مرة واحدة بالاسبوع، هيدا هلا رح تحفظوا لي اياها انه مره بالاسبوع، يلا كل النباتات مره بالاسبوع. لا عم نحكي نحن بفصل التلاميذ مجتهدين عم نحكي. لا مش كل النباتات مره بالاسبوع، بس نحن بلشنا بفصل الصيف. هلا النباتات يلي عاده بتحب المي كثير فينا نعمل مرتين بالاسبوع، النباتات يلي ما كثير بتحب المي اللي بتبقى ورقتها سميكه فينا نحفظ مره واحده بالاسبوع، لانه بالشتاء كنا عم نقول مره واحده بالاسبوع لكل النباتات اجمالا، ايه لانه كان الطقس يعني منا بحاجه لاكثر من هيك. هون بلشنا بمرتين بالاسبوع، بس بعض النباتات ما بدها اكثر من مره، منها الاناناس يلي عاده ما بتحتاج لمي كثير. اذا بتتذكروا دائما بس نحكي عن الجوزمانيا بنقول اذا بنحط مي بقلب الفاز بقلب الوراق يلي هون بيكون كثير منيح لانه بنكون عم نشرب الزهره بالمي. هون نفس الشيء، بس بدل ما نعمل انه نحط المي بقلبها فينا انه نرش حواليها مي، نرش سبراي مي حتى نعطيها رطوبه للوراق تبعولها كمان، وبالتالي المي اللي بتسقط على الوراق او يلي بتكون بالجو بترجع بتنزل بتقعد بقلب الفاز جوا كثير منيح، بتضل في عندي شويه رطوبه قاعده بقلب الاوراق وما بتعفن بهالطريقه، بالعكس بتشربها ساعتها الزهره وبس شوف انه ما بقى في مي بقلب الوراق جواتها بنقدر انه نرجع نرش مره ثانيه الاوراق كمان بالمي. هون عم نشوف كان شفت نبته اوكي يلي عم نشوفها هون يلي عندي الاطراف تبعولها صاروا شوي سود، اوكي الورقه يلي صارت سوداء من هالميله. في عندي شغلتين بدنا نتفاديهم بالاناناس، اول شيء اذا الطقس ناشف فرجيك اياها على الكاميرا، اوكي اذا الطقس ناشف ما في رطوبه ممكن يصير في عندي هيدا الشيء، وإذا كانت لأنه نحن بلشنا بالمكيفات كتير كمان بهالأيام، بس يكون في عندي نشاف وفي عندي هواء بارد أو هواء سخن عادة كمان بيصير في عندي هالحروق هيدولي. كيف بدي أعرف إذا كان هيدولي حروق ولا إذا كانت النبتة أخذ مي زيادة؟ لأنه هيدي نبتة الأناناس كمان إذا كان سقيناها زيادة ممكن تعطيني نفس الحالة نفس يلي هون انتبه كثير. فاذا بدها تعطيني نفس المنظر يلي هو ورقه بنيه، كيف بدي اعرف اذا كان ورقه بنيه خاصه على الطرف بتبلش على الطرف بتمتد او بتكون ناقصها رطوبه فاذا لازم اني رشها، او بتكون موجه عليها الهواء البارد بشكل مباشر كمان بدنا نزيحها من هالمحل. واذا كان عندي هالبنه موجود اول ما بلش يبين كانت هالبنه هيدا اللي عم نشوفه طري، بتحسي انه الورقه هي اصلا جامده بس البنه اللي موجود هون كثير طري، معناتها عم بسقيها زياده عن اللزوم، معناتها عم ببلش يصير في عندي عفونه بالقشروش. بتبين على الورق لانه راس الورقه عاده هو اكثر محل بالورقه يلي هو حساس، فوقت القشروش بتعفن ما بتعود قادره انها تطلع المي على الورق، وبالتالي اول شيء بينتزع هو طرف الورقه راس الورقه، مشان هيك بنشوف هاللون البني. فاذا كمان بدنا نعرف نقرا او نحلل هل البني هيدا، نرجع نعيدها بشكل سهل، اذا كان بني مثل مطقطق معناتها نقص بالرطوبه او هواء مسقع عليها، اذا كان بني طري معفن لانه كانه هيك بايدك بتصير تعمل هيك معناتها عم تاخذ مي زياده، بنصير بنخفف كميه المي او حتى الوتيره المي اللي الري اللي عم نسقي فيها. هلا نبته صعبه مش بالعنايه، صعبه بوين بدنا نحطها، يعني هيك نبته بتشوك وين معقوله انه تنحط؟
اوكي بدك تنحط شي محل عالي عين. ايه شي محل تكون عالية اكيد ما تكون بمتناول الاطفال الاولاد بالبيت او بنقدر نحطها على البلكون بنقدر انه يجي عليها شوية شمس ما بتضر ابدا الافضل ما يكون شمس خلال كل النهار ولكن ساعتين او ثلاثة من الشمس ما بيضروا واذا حبينا انه نزرع اكثر من نبتة حد بعد عادة لانه ورقه بيفتحوا كثير ما بتاخذ اكثر من 4 نباتات من الاناناس بالمتر المربع الواحد. ايه اكيد لانه بتعطي مجال تما حتى يفوتوا كلهم الورق. هلا اخر شغله كمان غاده اذا حبينا انه نزرع هالنبته هيدي ونكترها نشوف اذا يعني اذا بنتحمل للشوك تبعولها ولا لا بس اذا حبينا انه نشيل منها ونكترها عاده الاناناس مثلها مثل كل اولاد عائلتها يلي هن كتار مثل ما قلنا بتعطي هالبوكي يلي شايفينه على الكعب مع الوقت بترجع بتعطي على الكعب بوكي بس لازم مش الورق لحالهم بده يكون بوكي على بعضه مثل باقه من الورق صغير هيدا يلي بنقدر انه ينشال مع الشروش تبعوله ونرجع نزرعه ببو تاني عن جديد. يعطيك الف عافيه ميرسي لك. هلا حلوه بس من بعيد لبعيد من بعيد لبعيد. اول مره خليكم معنا مشاهدينا كمان مره ناخذ بريك ما تروحوا لبعيد نرجع نتابع فقرات. مسرح شغل بيت هالعنوان هيدا رح ناخذ منه تفاصيل او عنه تفاصيل اكثر مع ضيوفنا اليوم باستوديو عالم الصباح يلي لهم اكثر من سنتين عم بيحضروا مسرحيات وكلها مسرحيات مهضومه وحلوه مثل المسرحيه اللي رح بنشوفها ب 10 حزيران يلي اسمها بوكس. كمان حتى نحكي عن هالموضوع اكثر بدي رحب بشادي الهبر المخرج ومايا سبعلي الممثله. صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا فيكم. اهلا فيكم. مسرح شغل البيت. نعم. من قريب ومن حواضر البيت كما احنا بنعمل. ايه مسرح خبرنا اكثر عن تاسيس هالمسرح. من 2016 اخذنا بيت حولناه لمسرح لانه احنا شغوفين كثير بالمسرح وبنحب المسرح بشكل جنون. فقررنا نعمل حياتنا كلها مسرح بمسرح بما انه بهيدا البلد. لا هي ما في شك انه الحياه كلها مسرح. ايه بس المسرح يلي بيطلع على الخشبه مع الاضاءه بالتحديد اكثر. ايه اكيد. فاخذنا بيت حولناه لمسرح وكان عندنا كذا هدف. من هيدي الاهداف انه يكون عندنا ورشه عمل طويله المدى يعني حوالي 9 شهور تنخرج منه الناس يلي ما بحبوا المسرح بس ما صار لهم بحياتهم انه اشتغلوا فرصه انه يشتغلوا مسرح. فنحن بمسرح شغل بيت بنخلق فرص للناس يلي بحبوا يرجعوا يعيشوا فعل المسرح يجوا على المسرح يكتشفوا هويتهم يكتشفوا حالهم يكتشفوا قديش هن بيكون عندهم جراه انه يطلعوا على المسرح وقدام الناس. فالحمد لله من 2016 لهلا صار عندنا 6 جروبات ونهار الاحد رح نخرج الدفعه الثالثه من مسرح شغل بيت بمسرحيه بوكس. هيدي المسرحيه اللي عم نحكي عنها. نعم. هلا 6 جروبات يعني التطور والافكار دائما اللي لازم تكون موجوده رح نرجع نحكي عنها اكثر. بوكس ليش بوكس؟ ليش بوكس؟ بتعرفي نحن بس نعمل مسرحيه مع التلاميذ بنستوحى كل شيء منهم يعني هن بيكتبوا هن بيخلقوا الكاركترات ومنركب الفكره فهن هيك كانوا بيشبهوا شيء انه مثل كانه ببوكس وبدهم يفلتوا بدهم يظهروا من البوكس بدهم يتحرروا فكان اغلب كتاباتهم بيشبهوا هيدا الشيء فجمعناهم ببوكس ما رح نخبر اكثر. لا لا اكيد بس انه ليش فيها ريفولوشن عن كل شيء معلم بدهم يظهروا من هالاشياء يلي كبتتهم بالمجتمع بدهم يحكوا عنها بيحكوا عن هيدا الشيء يعني بيؤدي للسؤال التالي انه قديش اعمارهم مين الاشخاص يلي موجودين بهاي المسرحيه بالتحديد؟ اعمارهم بتتراوح من العشرينات لل في حدا كمان ما رح نفضح كثير بس انه في فوق الـ50 يعني ما في اعمار ما في اعمار مخلوطين هذا الجروب كثير لذيذ عم من 20 لل60 تقريبا. كم شخص رح بيكون في على المسرح بهيدا؟ 7 اشخاص بهيدا الجروب لهيدي المسرحيه اللي رح بتكون ب 10 حزيران بمسرح منوع الساعة 9 المساء. اوكي. نعم. بدي ارجع شوي انا للمسرحيات ككل يعني. نعم. هلا عرفنا شوي
انه ما في عمر معين ما في او ما بتعملوا يعني ما ضروري يكونوا كلهم بالعشرين ليطلعوا بالمسرحيه او كلهم بالثلاثين ليطلعوا بالمسرحيه او حتى يكونوا متجانسين، كيف بتخليهم يعني الشغل على الارض كيف عم بيصير حتى يقدروا يكونوا، ما حدا عنده خبره، ما حدا عنده خلفيه للمسرح، قديش الشغل عم بيكون يوميا كيف عم هو الورك شوب بيكون على مده 9 شهور مره بالاسبوع على مده 3 ساعات. بنفتح نحن ورك شوب للاشخاص يلي مثل ما خبرنا انه يلي بيحبوا المسرح من عمر 18 سنه وما فوق، بيتسجلوا نحن انا ومايا بنقوم بتدريبهم خلال 9 شهور، اخر شهر ونص بيتمرنوا على مسرحيتهم. هالتسعة اشهر بياخذوا اشياء كثيره لها علاقه بتقنيات المسرح، بالتمثيل، بالاخراج، بامور مختلفه، حسب كمان اشياء لها علاقه باكتشاف ذاتهم، جرأتهم، اشياء لها علاقه بخيالهم، بالصوت، بالحركه، بالاحاسيس، كل شيء بياخذوه بفكره اولويه على مده تقريبا 7 اشهر ونص. اخر شهر ونص منجرب نفرجي انه هود الناس اللي اشتغلنا منهم 7 اشهر ونص كيف بيطلعوا على المسرح وكيف بيشاركوا بعمل حتى يعيشوا فعل المسرح بشكل مظبوط 100%. وبالتالي هيك بنكون في كتير ناس يعني مثلا بمسرحيه بوكس في كتير ناس قالوا انه على المسرح بيقولوا انه انا هون وبدي مثل وما بدي فل على المسرح، بدي حقق حلمي. فبهيدي الطريقه بنكون نحن دربناهم حتى يقدروا يعملوا مسرحيه كاملة متواصلة طبعا طالعة منهم من أفكارهم، علينا أنا ومايا بس نهذبها نعملها إشراف ونديرهم حتى يطلعوا بأحلى صورة. عزيزين في حدا منهم كفى؟ يعني صار عنا كذا جروب، في حدا بقي بمجال التمثيل لقى أنه هو صح؟ أولا في ليفل 2 هلأ من عمل يعني عم يرجعوا يكملوا، وسنة المال أو هستنا بشباط عملنا مسرحية وكان في واحدة من تلاميذنا مثلت معي طلعت معي على المسرح، وفي كتار منهم صاروا بيعملوا اشياء على التلفزيون هيك شوي شورت موفيز، فكلهم عم بيكملوا وكتير محمسين وموهوبين يعني مبسوطين يعني منهم. يعني هي الفكرة انه مش معناتها مرة اخذنا الكور وفشينا خلقنا ابدا، في يعني واحد بيكتشف من هون انه اذا عنده موهبة ليش لا، صحيح؟ بتعرفي شو وقتها بلشنا نعمل مسرح شغل بيت كان هدفنا انه كل حدا بفوت على مسرح شغل بيت ما بيقدر يطلع منه بسهولة. كان عندنا هذا الهدف، وبنفس الوقت نحن نتمسك بالاشخاص يلي عندهم موهبه، لانه بتعرفي ببلاد اوروبا او بالدول العربيه القريبه منا بيعملوا مسرح بيعملوا فرقه، نحن ما عندنا هذا المفهوم بلبنان، نحن عم نجرب نعمل بعدين بالمستقبل ومش بالمستقبل البعيد يعني رح يكون في عنا فريق اسمه فريق على المسرح يلي بنعمل كل شيء، يعني بنطبخ الطبخة المسرحية كلنا سوا، الهدف انه نعمل مسرح كل الوقت كل الوقت يعني هلأ نحن سوري يعني هلأ عم نخرج بوكس بعدين نرجع رح نخرج بالدفعة الرابعة كمان بأكتوبر، بعدين عنا بجانفيه مسرحية، هيدول كلهم الدفعات تبع اللي بيتخرجوا، يعني عنا صفين بعد هذا الصف يتخرج وبدنا نفتح صف جديد بأول تموز اللي ما حدا بياخذ مسرحية حدا، لا يعني كل جروب بيكتب أفكاره، شو الأفكار اللي قبل ما رأيت؟ إذا ما بدنا نحكي عن بوكس ونعطي أسرار. بس كنت بدي أقول شغلة عن التلاميذ، حتى في معنا تلاميذ بحبوا القصص اللي بالكواليس، يعني في عنا اشخاص بيشتغلوا معنا بالاضاءه صاروا يعني هلا صرنا بنتكل عليهم اضاءه صوت اسيستنتس اكثر من مسرحيا يعني كانوا اول صفين، فمش ضروري يكونوا بالتمثيل، يمكن بحبوا اشياء ثانيه كوستيومز لانه بنعطيهم كل شيء تقريبا يعني بس صح. نركب المسرحيه حتى بيعرفوا كيف بنعملها التسويق كيف بينعمل الافيش كل شيء بياخذوه هن بنقوا بعدين وين حابين، يعني هلا عنا شخصين دائما صاروا معنا اضاءه وصوت حتى مسرحياتنا بيرافقوكم بكل هالمجالات. كنت عم بسال سؤال انا المواضيع الثانيه اللي انطرحت على المسرح بالتحديد لهالجروبات هيدول كيف كانت؟ صح اول جروب كمان نفس الكونسبت هن كتبوا ورجعنا نحن شدنا كانت عن سيستم كانوا ماشيين بسيستم وتخربت وهون بلشوا يحسوا انه في منهم خي بطل في سيستم في منهم لا ضاعوا، فبلشوا يعبروا انه يي بلشنا نحس بلشنا الاشياء تتغير، يعني صرنا نحس بالاشياء البيرسونال يلي بنختبرها واخر شيء بيصيروا بدنا سيستم ما بدنا سيستم وبعدين بيرجع بيمشي نوعا ما، بس بنشوف كل واحد كيف رأيه وبنفس الوقت بيخبر عن الاشياء البيرسونال اللي حابب يقولها وما صار له مجال فقالوها على المسرح، يعني تخيل قد ما عم نقولها بالحياه، كان عندهم جرأة انه يقولوا حتى اشياء كثير بيرسونال
على المسرح حتى قدام ناس يعني. مش انه هلا بوقت التمرين ما بيكون في حضور، بس بعدين اخر شيء يعني وقت عم تقول التخرج في حضور، في ناس عم بتكون موجوده. التراك وين يعني هن بتعرفي شو يعني نحن متفاجئ فيهم بعض احيان انه كيف هالقد قادرين انه يتعروا قدام الناس وقدام الجمهور. يعني كل واحد عم يحكي عن المشاكل تبعوده العميقه يلي عانى منها سنوات يمكن حتى يقدر يطلع منها او حتى يقدر يتخلص منها او حتى يتاقلم منها، وهيدا الشيء اللي كثير نحن بنحبه وبنلمس نتيجه الشغل يلي نحن طلعنا، انه صاروا بيحكوا بالموضوع بكل رياحه او بفرجوا حالهم على المسرح. هلا طبعا بيبقى بمجال التمثيل والمسرح، فيمكن هيدا الشغله يلي بتحميهم انه انا عم بمثل، انه انا عم بمثل هذا الدور، ممكن اذا حدا هيدا بيصير بس هو نابع من عندهم، نابع من احاسيسهم، نابع من تجاربهم بالحياه، وهيدا يلي بدنا نشوفه بمسرحيه بوكس او شفناه بمسرحيه سيستم، ويلي شفناه كمان بمسرحيه لمعت. لمعت كمان كانت مسرحيه فيها كثير من الافكار اللي كثير عميقه اللي بتطال الانسان بحد ذاته وافكاره يلي هي بتاخده لها كثير مطارح، وهل هي بتلمع وبتطلع. فعلى مسرح يعني على مسرح بريت وقتها كانت لمعت معهم وطلعت كل افكارهم. هيدي هي نحن اذا كيف بيتواصلوا معكم؟ امتين ببلش التسجيل؟ في مده زمنيه حتى يقدروا يكونوا موجودين بهالمسرح؟ عندنا طبعا صفحه على الفيسبوك اسمها مسرح شغل بيت. نحن رح نفتح دوره جديده لكل يلي بحب المسرح بأول تموز. وبالنسبة لمسرحية بوكس يلي بحب يحضرها هي بمسرح مونو على الساعة 9 المساء هيدا الأحد، ويلحق حاله، والبطاقات موجودة بمكتبة أنطوان، لحق حاله لأنه بلشت البطاقات تخلص، عنا عرض واحد فقط. دماغ يعني كل هالشغل لعرض واحد، أنه حتى الناس يمكن ما تقدر أو تلحق يمكن بالقليلة شو ما أسبوعين بركي هيك بيتحمسوا اكثر كمان. تفضلي. فكر بدك تقولي شيء. لا بس اسمع، خذ كثير محمسه على الفكره، وهيدا الشيء بيسعدنا لانه عم نشوف انه في شباب، اكيد طبعا اعمار كبيره اكثر معودين على المسرح، بس عم نشوف في شباب عم يجوا وينبسطوا لانه المسرح اللي عم نعمل شوي بين السرياله والابسورد يعني منه شيء كثير معودين عليه، وعم ننبسط انه في ناس عم يتحمسوا وعم يجوا يتسجلوا بعد، يعني عم يتحمسوا لدرجة انه انا بدي اخوض هالتجربة، فعم بيكون في صفوف ملانة من بعض المسرحيات اللي عم نعملها، وهذا الشيء كتير حلو. يعطيكم الف عافية. شكرا كتير. اهلا وسهلا فيكم معنا باستديو عالم الصباح. فاذا بوكس نهار الاحد اللي حابب يحضر هالمسرحية بالتحديد. نحن وياكم مشاهدينا رح ننتقل لحتى نتابع عالم الصباح فورا لعند الشيف حسين مع رشيد ملح. رمضان كريم من جديد لكل المشاهدين، وصفتنا الرمضانية مع مسيو طوني شرفان بلشين فيها. طبعا بلشنا بالقشطة، بلشنا بالرزات، وبلشنا بالعسملية والكنافة. بأول فقرة من فقرات رشة ملح حضرنا عجينة الكنافة اللي هي من منتجات طوني فود. شو صار في عنا هون وشو صرنا محضرين مسيو طوني؟ صرنا محضرين الحليب. أوكي. وحطينا السكر وحطينا شوية نشا. أوكي. وهلا عم نحركها مشان تجمد شوي شوي. طيب. بس تجمد بتصير يعني حاضرة القشطة لل. طيب. هلا رح نشوف المقادير رح تمرق قدامنا على الشاشة. هلا هون نحن عم نحضر هيدي الحليب والسكر والنشا وعم نغليها على النار. اوكي، هاي شو رح نستعملها؟ هلا نستعملها القشطة، القشطة بدنا نستعملها للكنافة، وكمان بدنا نعملها زنود بالنسبة للزنود، زنود ما انتبهنا لكم، هذه الزنود البقلاوة، زنود البقلاوة هلا بنعرفكم عليها كيف بتنعمل. يعني مثل زنود الست بس بعجينة البقلاوة. ايه بس بنعملها بالشكل المثلث. اوكي. اوكي. طيب. هلا في عنا لكن مشاهدينا عجينة العسملية رح نحط على وجهها من المواد الدهنية أو زبدة طبعا، وبدنا نفوتها على الفرن على حرارة 180 لحتى تاخذ لون وتتحمص عنا. بعد ما تاخذ لون رح نحضر كمان خليط، هو عبارة بنعمل كمان لما نعمل لهم القريشة، القريشة بالعسل بنعمل على العسملية. اوكي. القريشة كمان بنحط لتر حليب، وبنحضر له نص كوب خل ابيض، اذا حبينا عصرة حامض، وبس تكون عم تغلي بنحط لها عصرة الحامض، وبنحط لها القشطة الخل،
ساعتها بتقرش، لما بتقرش بنشيلها بنحطها بالمصفية وبنفلشها على وجه العسمة اللي هي. طيب هيدي لكن هيدي للقريشة. نعم. اوكي. طيب صار في عنا طنجرتين، وحدة للقريشة ووحدة للقشطة. طيب هون بنجيب عجينة العسمة اللي هي. إذا بدك خلينا نبلش بهالعجينة. هيدي الكنافة. عفوا عجينة الكنافة. هيدي الكنافة كمان نحن لما بدنا نجيب صينية بنحط لها على كعبة شوية زبدة، يا بيكون عندنا بلوك زبدة بنسخن الصينية على النار وبنرجع بنشيلها وبنعملها بالزبدة، أو بيكون عندنا هالنوع من رشة الزبدة قنين زبدة. هلا هون أخذت الزبدة تبعها، الكنافة صارت هون حاضرة، بدنا نحطها بالصينية ونكبسها. انا بدي اضطر البس الكفوف. يلا بهالوقت هيدا هون حطينا الكنافة. هاي الكنافة دبلناها اكيد على النار تتماسك ببعضها مثل ما شايفين، بس تعملها هيك بتكموش. هاي حطيناها مثل ما هي هيك ومنكبسها تكبيس مزبوط مشان تتماسك ببعضها، بس تتماسك ببعضها ما بتفرط الكنافة. هون هيدي الكنافة فينا ناخدها من السوبر ماركت، كنافة تونيز فود. هلا شايف حسين بده يحضر لنا بعدين الشيشبرك بعد مرحلة تانية، هو المالح وانا الحلو. هاي التحدي انا وياه انه نعمل. بتعرف ليش انا التحدي الشيشبرك؟ ليه؟ لان بعرف عجينة الشيشبرك من منتجات تونس فود، بنحطها بالصينية وبنفوتها على الفرن حوالي دقيقتين ثلاثة وبنشيلها بنحطها باللبن. هيدي اهون طريقة لكل مشاهدينا للشيشبرك. نحن عملنا الكنافة، عملت لها داير، شوف مثل ما شفتوا عملت لها داير هيك، داير منظار مشان تجي الجبنة بالنص او القشطة بالنص مثل ما شايفين. هذا الداير بس نحط القشطة والحشوة، نرجع بنحط لها. هلا هون شو رح نحشيها؟ قشطة؟ رح نعملها قشطة. يعني مش رح نحشيها بالجبنة؟ قشطة. ونحن بكل صراحة أنا بدي أحط لها شوية جبنة، بنحط لها جبنة موزاريلا محلية مشان تبين هيك شوي غنية أكثر. أوكي. أوكي. بس طبعا إذا عم نحضرها بالجبنة بنقول للمشاهدين هي ذاتها الخلطه، بنضيف لها شوية خليط جبنة وبنحطها فيها. جبنة مجدولة وعكاوة و لا أنا هون حابب أحطها بجبنة موزاريلا. إذا كنا عم نعملها بالجبنة. إيه إذا كنا عم نعملها بالجبنة فينا نحط جبنة الموزاريلا وجبنة العكاوة والمجدولة. بس طبعا بدنا نحلي دائما، بدنا نحلي جبنه العكاوي لانه العكاوي الاصليه تحتوي على كميه عاليه من الملح. هذه صارت حاضره. هلا هون رح نحشيها نحن. هلا هون بنحط لها القشطه، الحشوه، نعطيها الحشوه لحتى تصير جاهزه. بنرجع بنحط فوق منها كنافه وبنعملها بالتساوي وبنكبسها كلها سوا. بعد هيك بتصير حاضره، بدنا نحطها بالحراره الفرن 180 تقريبا 20 دقيقه ماكسيموم، وحراره ما تتعدى ال 180 تتنشف تاخذ بالتساوي كل الاحمرار. هلا تنعرف انه استوت على طرفها من هون بتشوفوا صار لون البراوني، لون البني. وبدنا نتاكد من الفرن اذا نحن بيعطي الفرن تبعنا طيب. كل الميلات بدنا نبرمها برمتين بقلب هلا بقلب الفرن. نحن هون خلص وقتنا، هلا باخر فقرتين من فقرات رشه ملح رح نرجع نخبر المشاهدين عن بالتفصيل عن الكنافه وباقي وصفات ومنتجات تونس فود. هلا لهون نحن مشاهدينا رح نكفي بالقشطه، قشطه النوعين، وبنخبركم بعد شوي بالتفصيل عن كل وصفاتنا. هلا بالعوده للغدا. ميرسي شيف حسين، وميرسي اكيد كمان لتوني ضيفنا لليوم. مشاهدينا خليكم معنا، رح ناخذ سوا بريك بهالوقت، بس وحضروا حالكم لانه كارمن بتكون انضمت لنا بالاستوديو رح نكون بمحطتنا التاليه مع زودياك. مشاهدينا اكيد اتصالاتكم، اسئلتكم، ايميلاتكم، كلها اللي بتتعلق بالابراج، الحظوظ وغيرها، كلها هلا رح تكون موجهه لعند كارمن بمحطتنا التاليه مع زودياك.
صبحكم بألف خير. صباح الخير غادة. اتصالاتكم اليوم مباشرة على الهواء. قبل ما أبدأ بالاتصالات حابة أخذ، في عندي اثنين إيميلين رح بلش فيهم ضروري، ورح جرب يكون سريعة لنبلش بالاتصالات. أول إيميل هو من منى. منى مواليد 2/5/94، عندي ساعة الولادة، بدنا نشوف قصتها لمنى أمتى بتتحلحل لأنها شوي معقدة. هلا أنا تحت الهواء يعني كل هالوقت كان الشيف عم بيشتغل، كنت أنا عم شوف لمنى أخذ وقتي عم شوف شو بدي جاوبك وخبرك على اللي مبين. هلا أنا حاطة على 7:30 ساعة الولادة تقريبا لحتى تكون شوي عندي فكرة لشوف شو بدي أشتغل. أول خبر إنه أنا من عندي مني شايفة قصة معقدة بمعنى إنه مستعصية، ففي أمل إنها تنحل، أكيد في أمل إنها تنحل. أول بداية الحلول هي بعد العيد، يعني جمعة الجاي واللي بعدها، أو حتى بدها ترجع تروح القصة لآخر شهر حزيران يونيو. هيدي أول البوادر الحلوة الجيدة، وبتمنى انه تنحل بهذا الوقت. انا عم بحكيكي طبعا فلكيا من ناحيتي انا، في عندي على العيد او راحت لاخر شهر حزيران يونيو، وبتمنى هاي هي تكون الحلول، والا بدي ارجع بلش اشتغل على هذه النقطه وهيدي النقطه. ان شاء الله ما بنقدر نوصل لهون، ان شاء الله بتنحل قبل، لانه اذا فتنا بمجال التأخير معناتها القصة بدها تروح معي لشهر أيلول وتشرين الأول وحتى تشرين الثاني. فبتمنى أنه هيدي القصة تنحل بسرعة. رح روح لعند كريستيان. كريستيان عطيني كمان تاريخ الولادة. بعد كريستيان بلش نستقبل الاتصالات. كريستيان عطيني ساعة الولادة، حطيت الساعة 5 مساء، 27 آب. بدي يعرف بشكل خاص الوضع المالي الوضع المهني. فهون كريستيان انا حطيت تقريبا اللي مبين عندي، طبعا بيعطيني طالع الدلو، وفي عندي شوف مجموعة كواكب الموجودة عندك ببرج العذراء، يعني الشمس اورانوس بلوتو، عندك القمر موجود ببرج العذراء، كل هالامور موجودة بالبيت السابع، في عندك ميركوري موجود ببرج الاسد. هلا شو اللي ببين عندي؟ شو الاشياء الحلوة يلي انا بقدر بستفيد منها بالنسبة لك؟ اول شيء كل هيدي الامور انا عم بتقلي انه الصيفية، دايما عندك الصيفية هي بتكون مرحلة كتير ناشطة. نحن هلأ هون الشمس هون ترجع بتموز اب ايلول بتبلش تتحرك عندك الامور بشكل حلو، وبنوصل لاخر السنة. اخر السنة هي السنة يلي رح يبين نجمك، رح يلمع نجمك بشكل كتير قوي، حتى في احتمال يكون في عندك سفر متنوع. الشغلة الوحيدة اللي ما حابتها بهيدي الفترة بدك تنتبه كريستيان، في عندي كوكب زحل، عفوا كوكب المريخ. كوكب المريخ موجود ببرج الدلو وعم بيقطع بهالمنطقة من هون لهون تقريبا خلال، خليني اشوف قديش بدها تعطيك القصة وقت. هلأ it's fine بصراحة، هلأ it's fine، هلأ you are fine، انسى عن المريخ، نبقى بنحكي عن المريخ مرة تانية. سو انا اللي بقول لك جوابا لسؤالك بالنسبة للموضوع المهني، الموضوع المهني طالع طلوع شوي شوي، كل ما قربنا لتقريبا سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر نجمك بصير كتير قوي، وفعلا في عندي نقلة نوعية بالنسبة لك اجتماعية او مهنية، هذا شيء كتير منيح. بدك تعرف، ضروري تعرف كريستيان انه كوكب اورانيوس موجود بالبيت الثاني، عم بيقطع من البيت الثاني للثالث. هون معناتها بدك تنتبه لموضوع التغيير الفجائي الطارئ يلي بيصير باموالك بمصرياتك، فهيدي نقطة بدك تنتبه لها. وبعرف ليش عم بيقول لي انه التغييرات عندك بمكان العمل معقولة تتغير، اذا مفكر بسفرة بعمل بعيد معقولة كمان يصير بهيدي السنة. ناخد اتصال. الو تفضلي. 13/9/95. الو 13/9/95. 13 لحظة شوي، 9/95. ابني طارق. طارق بدي اعرف عن بالدولة عن حياته المهنية والعاطفية. صوتها كثير واطي، بس بدي اعرف اي ساعة؟ عشية يعني على الخمسة. على الخمسة. هو خلص درس اكيد.
عم يشتغل؟ لا بعد. اوكي شكرا لاتصالك. اوكي خلينا نشوف طارق بالنسبه لإله شو اللي مبين. هلا عشيه عم بتقلي عشيه، اوكي ماشي الحال. هيدي السنه هيدي النقطتين كثير حلوين. هلا يا ريت ساعه الولاده دقيقه كنت اعطيتك افكار اكثر، كنت اعطيتك اجوبه اهم، بس بقول لك واضح بالنسبه لإله. اذا في من حدث حلو عم بدور عليه، ان كان يلاقي التريننج او يلاقي شغله او يلاقي شيء المهم، هيدي القصه ما عادت مطوله، يحضر حاله لانه واضح واضح انه في تقدم. وهيدي القصه بين اكتوبر نوفمبر وديسمبر، وعندئذ بتبلش الامور عنده تتحسن، يا اما بينبسط مطرح ما هو، يا اما بيكون في عم بيتحضر لنقله ثانيه، وبتبلش ساعتها المرحله المهمه البناءه بحياته. اذا لاخر السنه. مين ناخذ؟ نهاد تفضلي. بونجور. بونجور. كيفك؟ الحمد لله. بتعطيني التاريخ؟ ايه 3/8/91. 3/8/91 اي ساعة؟ الساعة 11:30 الظهر، قبل الظهر يعني. 11:30، شو السؤال؟ بدي اشوف التعرقل تبع شغلي شو وضعه، لأنه كثير محرقة الشغلة. اوكي. شكرا لاتصالك. اوكي التعرقل اللي عندك هيدي قطعت، يعني اول ما قلتي لي تعرقل اول شيء دغري طلعت اذا بشوف اذا بلاقي نبتون عم بيواجهك، بما انه في عندك 3 كواكب ببرج العذراء، سو هيدي مش 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 نبتون عندك، سو هيدي الناحيه انا بعتبر اتس فاين. اللي صاير عندك نبتون موجود هون بالبيت الخامس، يعني حتى قديش عمرك انت، حتى كمان بحياتك الاجتماعيه شايفه كمان في تخربط. الشيء الثاني انا عملت شيء هون مدوره من عندي، يمكن انطفى عماد بكبسها هيدي اولاد مثل الاحمر، ايه مبين مطفي، بعده مطفي بعتقد من ورا عماد، يمكن في ما في كهرباء. اوكي اللي كنت حابه اقول لك انه في عندي، خليني نشوف انا عندي مبين بالنسبة لك، في ضرورة بدك تنتبهي، في علاقات، في ارتباطات رح تمرق بمرحلة فيها كتير كتير تقلبات. ليش؟ لأنه البيت السابع اللي هو بيت الشغل وبيت العمل كله في تقلبات، كوكب أورانيوس واصل عليه، فحتى بعلاقاتك العاطفية كمان بدك تنتبهي، هيدا الجو متقلب بالنسبة لك. لكن رح أعطيكي خبر حلو. شو عماد مش الحال؟ رح اعطيكي خبر حلو واسرع من المتصلين اللي اتصلوا فيني بالقبل. بالنسبه لفرصه بعتبرها فرصه استثنائيه مميزه كثير، كل 12 سنه بتوصل مره، هي باخر اب 2018. باخر 2018 باخر 2018 خليني نشوف عن شو كنت عم بحكي. باخر 2018 في عندي جوبيتر رح بيكون عندك على بلوتو، ميرسي عماد، رح يكون على بلوتو وراح يحمل بالنسبه لك مفاجاه كثير مهمه، فاذا فيك تضاينه من هلا للصيفيه انا بنصحك تبلشي تقدمي على شيء جديد اذا انت حابه تقدمي على شيء جديد، او تشوفي كيف بدك تظبطي وضعك، لانه شهر اب شهر رح بيكون حاسم جدا جدا جدا، مش بس حتى جوبيتر على بلوتو، لكن شمسك رح بتكون باعلى نقطه، وانت من الاشخاص اللي دائما الصيف خاصه شهر اب دائما بيحمل نقلات نوعيه، وعلى الارجح بتنجمي فيهم او في مثل صفحه جديده. اوكي هيدا كان اخر اتصال معنا لليوم، بتمنى لكم نهار كثير حلو. كل نهار خميس اذا الله راد بتقدروا تتصلوا فيني مباشره، وما تنسوا تتابعوا ابراجكم اليوميه مرتين كل يوم 7:15 صباحا و10:15 صباحا. عوده لك غاده. يعطيك الف عافيه كارمن، اكيد مشاهدينا مثل ما قلت لكم كارمن الاسبوع الجاي اللي حابب بعد يرجع يتصل، انما بهالوقت اكيد بيقدروا انهم يبعثوا لك ايميلات. نحن رح ناخذ بريك كمان مره ونرجع نتابع.
بعدنا نحن وياكم عم نتابع عالم الصباح لليوم. مشاهدينا محطتنا التالية طبعا فيها اللاعنف مع تانيا، وخلينا نحكي. صباح الخير. صباح النور. بدنا نوصل اللاعنف للناس. ايه لا وخلص هلا اذا بتسمعي خبريتنا اليوم رح تلاقي انه خلص بلشت منهج. بلشت منهج. غادة اليوم انا عندي ضيفه كثير عزيزه على قلبي، وقلي زمان عم بطلب انها تجي تكون ضيفتي، وهي كانت ناطره ناطره الوقت المناسب، ناطره لحتى نكون جاهزين. دكتور اوغاريت يونان، رئيسه مؤسسه ورئيسه اونر الاكاديميه الجامعيه للعنف وحقوق الانسان يلي انا طالبتها، يعني انا عم بتخرج قريبا منها، اذا خلصت لازم خلص الميموار طبعا. لازم خلص. حنحكي عن الميموار اليوم. لا لا اليوم رح نحكي عن اليوم الميموار. صباح الخير يعني. اكيد ويلي يمكن من وراء هالاختصاص انا صرت عندي هالفقره الي، هيدي السادس سنه بعالم الصباح، فزياره عزيزه. انا صرت زمان دكتور اوغاريت، اهلا وسهلا فيكي، واهلا وسهلا ب زيارتك اللي سببها كتير حلو وكتير ضخم. تم مؤخرا توقيع اتفاقية بين أونر يونيفرسيتي الجامعة الأكاديمية الجامعية للعنف وحقوق الإنسان ووزارة التربية مع المركز التربوي التابع لوزارة التربوي التربية عفوا لإدخال مادة اللعنف بكل المناهج اللبنانية. برافو. خبرينا سريعا عنه، بعرف صار قاطع بكثير باعلام عن الموضوع، بس شو اهميه هالموضوع يعني بهذا الوقت، وهل هالاتفاقيه عن جد رح نبلش نلمس قصص منها، ولا اتفاقيه هيك وبعدين بنشوف كيف تركب؟ اول شيء كثير يعني بالاخر مثل ما قلتي بالاخر جيت يعني لهالمقابله الصغيره هيدي، وكثير اكيد بيعز علي لو اكون مثلا الاعلاميه او الاعلاميين اللي عم يتابعوا اللي عم بيحضروا يعني هني مع الفكره. صحيح. يعني مش بس انه مستضيفين لانه برنامج وانت بقلبها وبالجامعه ودراستك وصارت منهج حياه والى اخره، وهذا بيسعدني كثير انا. يعني نحن عم ناسس هالثقافه بلبنان من اكثر من 30 سنه، عشان هيك صار في لها تراث كبير يعني، وهالتراث بالاخر الناس بتصير تقول طيب وينه؟ وشو بده يعطينا بالمجتمع؟ وكيف بده يرد لنا لاولادنا بالبيت بالمدرسه بالاعلام للسياسيين للحوارات لكل النضالات تبعنا، كيف تتكون بشكل حضاري ولعنفي اكثر؟ نحن بنقول لهم انه لو ما بنراكم وبنأسس من يوم معين ما كنت بتوصلي بعدين لشيء اكبر. اكيد. مشان هيك يعني كانوا يضحكوا علينا بالحرب انه شو عم تعملوا وليش؟ ويعني شوي كانه ايه كانه يعني نحن مش هالقد يعني سذج يعني مثل بيقولوا او شيء، انه ولو الازايف والميليشيات والى اخره. ما فيكي غير ما تراكمي مثل بدي الثقافه بسموها مثل الزرع. صحيح. تزرعيها، والزرع اذا انت بتعرفي تزرعي وبتحبيه وعندك فكر مش بس هيك اكتيفيتيز يعني عم تعمل شويه نشاطات بده يراكم، ونحن مثابرين هيئتنا ومصممين وحطينا كل حياتنا خيار حياه كان لنا. هلا وصلنا انه من بعد ما فوتناه بكل الجمعيات الجامعات الى اخره، وصلنا انه هلا يصير يفوت بالمدارس، وعملنا له جامعه، اول جامعه من نوعها بالعالم. صحيح. اليونسكو باريس مفتخره فيها انه يونيك بالعالم، يعني فريده من نوعها، اكثر من نص مناهجها مواد يعني مش موجوده بالجامعات حتى الكبيره والقديمه. صحيح. وهذا شيء مهم كثير، وهذا لازم يفتخر فيه لبنان يعني. أكيد. رغم كل شيء بتشوفي هاللبنان بيقدم عن جد في نتاج منه هين، ومش بس يعني النتاج اذا انا عم بعمله او انت يعني. صحيح. في نتاج منه هين بلبنان. صحيح. وبحاجه ليضوي والاعلام مهم. هلا وصلنا انه يدخل بالمناهج المدرسيه من الروضه للثانوي وللمهنه. حلو. ومش انه ماده هيك وبيمتحنوها للولاد وبياخذوا عليها صح او غلط، تطبيق لا بدهم يفوتوا. مش عم نحكي مثلا عاده عفوا الناس بتروح على كتاب التربيه المدني. ايه. ايه. لا عم نحكي عن شيء مختلف بسموه عابر للمواد. عابر ترانسفيرس. ايه عابر للمواد، يعني بفوت عندك ادب، فلسفه، تاريخ، جغرافيا، رياضيات، بتفوتيها بفصول بقلبه، بانشطه، بتمارين، بمناسبات، بتشوفي كيف توصلي للعنف بالحياة. صحيح. ليه؟ لأنه ثقافة العنف هي أنت، هي الإنسان. هي مش هي معلومات عم تشوفي كيف تكنولوجيا بدك تعمليها. صحيح. أو معلومات عامة بتمتحني فيها، ولا حتى كمان أشياء لتحفظيها. صحيح. هاي أشياء أو بتكتسبيها أو لا. مزبوط. يعني بيطلعوا فيك الناس أو لعنفية أو لا. 100%. ومشان هيك يعني هلا التوقيت كمان مهم، إنه عم بيعيدوا بدهم يعدلوا المناهج. مزبوط. والقرار اتاخذ بالدولة قصدي، والمركز التربوي للبحوث والانماء اللي هو المسؤول والمشرف، وفي هلا التوقيت مهم له. بتمنى انا من كل قلبي انه تنجح المحاوله، وعندنا نتاج ضخم مألفين ومجربينه بكل لبنان،
مواد، تمارين، بتعرفي قديش في ناس الاف الناس تدربوا عليه. مكتبه شيء ضخم كثير وكثير جربناه قصدي بالواقع، يعني ما عدنا مرحله انه بدنا معطلين مثل بيقولوا، بدنا نجيب ونمشي مطرح. مزبوط. الاهل لازم ينبسطوا، بدهم اولادهم حضاريين اكثر ولا لا؟ أكيد. ولا بس عندهم شهادات؟ اكيد عندهم علامات. صحيح. بدهم اياهم انسان وشخصيته اهم ولا لا؟ مش متعصب، بيحاور، بيعرف ينبسط. يعني يختلف متى قدرت بينبسط واحد يشوف ابنه عم بيحاول تطلع فيه تحسيه انضج. صحيح. انت شو بدك بالاخر هاللحظه؟ مزبوط مزبوط، لانه بدي اكثر من العلامه واكثر من الاكاديمي والتقنيه، بدي يطلع انسان بيقدر يكون عضو فاعل بمجتمع امن، بمجتمع مسالم، بمجتمع حضاري اذا بدك، وهو مرتاح مع حاله. صحيح. يعني العنف بيشتغل على تاهيل الذات وبيشتغل على علاقتك مع التانيين وعلى اداره المشاكل والنزاعات، بيشتغل على انه ما تحضري لمجموعات متعصبه بالبلد. صحيح. ما تحضري لحروب. عم ياخذوهم يعملوا لهم دورات رياضه معينه، الفنون القتاليه والى اخره، لحتى يقولوا لهم انه لا بت هيك بتروقوا الى ما هيدا كمان. ليش تيعملوا هيك؟ ليش تيعملوا هيك؟ بالضبط، ما هيدا اللي بدي اقوله. حرام، يضلشوا من الاول. وفشوا خلقكم وروحوا بعد الظهر اعملوا اكتيفيتي يا اولاد ويا كذا حتى تجوا وتروقوا وطلعوا على الانرجي. ما واحد كمان بده يفكر فيها مش كل الوقت بال. صحيح. واذا ابتدوا معهم من الاول مش معناتها انه هديك غلط، بس معناتها ايه، بس ما بتقعدي تعوزيها لانه هديك عم تعوضي فيها لانه في خلل حصل من قبل، وبالاخر بدك تعوضي مع الناس، بدك تريحيهم، بتصيري تعملي هالاشياء اللي اسمها تعويضيه، بعلم الناس بيسموها تعويضيه، اذا عم تعملي له من الاول اشياء ومريحه لإله، ونحن مجربين، يعني انا عم بحكيكي هلا بس قدام عيوني الاف التلاميذ اللي انا تعرفت عليهم واللي جربنا معهم مدارس وما بدك بلبنان، معلمين، ادارات، اللي بدك اياه، بس تكوني عم تشتغلي معه من الاول حتى ما بيقعد يحتاج التنافس. صحيح. ما بيقعد يحتاج انه يعيط، بصير اذكى بكيف يلاقي حلول، بصير اذكى كيف يحاور اللي حواليه، بصير ثينكينج، بصير اذكى بكيف، بصير هالاكتيفيتي رايح مبسوط فيها تيعملها اكتيفيتي مش تيعملها لحتى يفش خلقه. نحن عاوزينها. بدي استوضح التوقيع تم 15 ايار ب 15 يعني بعدنا بشهر. نحن لا نحن حزيران صرنا. صحيح. 15 ايار يعني تقريبا من 20 يوم اذا تقريبا. والمضمون يعني هو رح يكون يعني اكيد رح تتشكل لجان لحتى تساهم مع لانه هذا المركز التربوي للبحوث والانماء هو اللي بده يعمل، ونحن داعمين وعندنا مواد واذا نعطي. بدك خبراء كيف لك بالمواد يلي على صله، ان كان بالروضه وان كان بالبكالوريا، بدها تمشي بدها مع كل فئه بدها تحط لها لها واشياء عن جد حلوه وحيويه انت بتعرفيهم. اكيد يعني أكيد. اشياء واحد بيشتهي يروح يحضرهم. كيف بقى اذا صاروا مصر بالمدرسه؟ يمكن يصيروا يحبوا المدرسه. ايه ما حدا بيعرف هيك. انا بتجربتي كثير بسيطه على قد لقيت انه هدول السيانسات او هالجلسات مع الاولاد عن جد بتخليهم يحبوا المدرسه. في معلمين قالوا لي يبقى المعلم كمان بمأزق، عنده صحيح. هم حطوا له 30 ولد او 40 ولد بالصف، شو بده يعمل هو وياهم؟ وفي معارف وما عنده الادوات مصر. ومش مدرب. لما تدربوا المعلمين معنا وراحوا صاروا يشتغلوا، في معلمات بيقولوا لي انه صرنا نحب الصبح نفتح عيوننا ونروح على المدرسه، مش هم، مش البلد بس عنده هم. اكيد. وفي معلمات الاداره طلبت منهم انه ينشروا هالشيء لكل الصفوف، وانت بتعرفي اكثر كمان. اكيد. هيدي شغله اذا حصلت بتبين بسيطه، بس حقيقه المجتمعات ما بتتغير الا هيك. وللصراحه يعني اللي مبرهن اذا بدك نحن مبرهنينه على الارض بلمسينه وبالمسيره النضاليه اللي الى فوق 30 سنه عم بتقوموا فيها بلبنان، انه الماده اللاعنف او ثقافه اللاعنف ليست فقط انه يي بيس اند لاف، هي ثقافه حياه بتهين عيشته للاستاذ، بتهين عيشته للولد، بتهين اجواء الصف يلي ما في استاذ بلبنان الا ما عم بيعاني منها، يلي مش عارف كيف بدي روقهم، ما بيردوا عليك الى ما هنالك. هي ثقافه احترام متبادل، هي ثقافه تعاونيه، هي ثقافه انكلوزيف، يعني بتضم الكل داخلها، وبتهين على استاذ العربي واستاذ المات واستاذ الفرنسي واستاذ الفيزياء والطلاب انه تكون اجواء تعاونيه مش اجواء تنافسيه. ولازم يطالبوا فيها. انا برايي لجان الاهل مثل ما بيطالب الواحد بحقوقه الماديه يطالبوا كمان بالتربيه، لانه التربيه انقاذ كبير. صحيح. يمكن تحصل الحقوق الماديه، الاقساط، المعاشات الى اخره، واللي انا برايي اساسيه الحقوق. صحيح. بس لما بتطالبي بالتربيه كلجان اهل، هذا الولد عم يرجع على البيت، الاهل عم يتفاجئوا فيه كيف صار. صحيح. معناته انه هذا مطلب لهم، مش انه في جامعه اجت ومفكرين هن بس عم بيحبوا يطرحوا افكار البلد، هي حاجه بسموها
عضوية للمجتمع الأورجاني. الولد بالمدرسة قاعد وقت أكثر من البيت، يعني هونيك شخصيته بدها تكون عم يعني تنبنى، مش بس معلومات تاريخ جغرافيا، يعني مش بس هون مش بس شهادات ونجح وطلع أحسن علامات، يا عندك إنسان يا لا. وأنا بحس إنه شو عم بيحطوا عليه إقساط هالقد وعم بيحطوا لفوقه من تحت مثل ما بيقولوا. نحن بنحس إنه الفكر ما بيضل اسمه فكر وقاعد بالكتب، لازم يصير للناس. مظبوط. ونحن اخترعنا له أدوات، ومشان هيك المعلمين، الإدارات، وزارة التربية، المركز التربوي، الأهالي، لجان الأهل، نقابة المعلمين، ما عادوا مقطوعين، في أدوات صارت موجودة تتعلميها. والمجتمعات اللي تحضرت، بتروحي بتشوفي مثلا الناس ما تحضرت إلا لما عملت هالتغييرات. صحيح. وشوي شوي بينعمل. صحيح. بلبنان لا، حلنا بعدين، نحن محتاجين نخفف حروب، نزاعات، نخفف طائفية، تعصب. صح. نخفف انه ما بنعرف نحكي مع بعض، جو مشحون دايما. ايه كيف لك، وهيدا بيندرس وعنده ادوات، وهذا ما بيصير بس انه تقولي مثل ما قلتي نحن مش مع العنف، لا مش بس هالقد. ايه صحيح. في له بدائل وعم تنعطى، وبدائل حلوة كتير. مزبوط مزبوط. وهو يعني هو عن جد حاجة، يلي بيلمزوه يلي بيجربوه، او المؤسسات او الاهل او النقابات يلي تلتمس مضمون التقنيات، لما بيشوفوها شو يعني تقنيات، لانه مش ما بيكفي يقول انا ايه انا لا عنفي، او انا ضد السلاح، او انا ما بعرف، مش بس هيدا العنف، هو هالفكر لما بياخذوا الادوات، لما بيشوفوها انه هالقد فعاله وهالقد بسيطه وهالقد نتيجتها كبيره، هيدي هي نتيجتها كبيره، نتيجتها كبيره. يعني في فرق هيك مثل القول. صحيح. عفوا يعني بس قول لهالفكره في شركات ومصارف من ضمن المسؤوليه الاجتماعيه تبعهم، حابين هلا كل حدا منهم يتبنى مدرسة. حلو. عندهم قدرة يتبنوا مدرسة. شو يعني يتبنوها؟ يعني بيبعتوا بيدفعوا هن قسط ليبعتوا معلمين منها، معلمة 2 3 4 يجوا يتخصصوا. حلو. بالتربية العنفية، لأن هذا اختصاص. أكيد. مش بس تربية، التربية العنفية. كيف بتدير المدرسة العنفية؟ هن بيكونوا تبرعوا بهالقسط، والمدرسة عندها أستاذ 2 3 4 كلها بتتغير، يعني آلاف الأولاد استفادوا. صحيح. يعني شايفة مبادرة صغيرة بسيطة كتير. أكيد. ماليا. أكيد. كيف بتغير. وأنا بنصح الكل إذا بتعملي خطة وطنية أنت بخمس سنين بتغيري بلد، يعني ما بدها تغيير البلدين هالأفكار ضخمة. كل بنك أو كل شركة بمسؤوليتها الاجتماعية تاخد على عاتقها المدارس اللي بدها، والمدارس الرسمية بنغير بسرعة. صحيح. لأنه نتاجنا كبير. مزبوط. ومنقدم لقدام بسرعة وفعال، وما بده وقت كتير. وهذا حصل هلأ. مزبوط. بالحزمية وبصور وبطرابلس وبالهرمال، هو مدارس، وهلأ ببغداد وأربيل وتونس وفلسطين والكويت ودبي مدارس وجامعات طالبة منا، لا ناطرتنا لنقدم لها. حلو. اليوم جايتنا رسالة من بغداد تأسسوا شيء عندهم، مبارح من تونس، قبل من يعني هي شغلة بتعم بالعالم العربي بسرعة كتير، لأنه الإنجاز تبعها موجود. وغير أنه الإنجاز موجود ونحن بحاجة له، لأنه نتائجها عم بتكون سريعة وملموسة. يعني أوقات بجلسة واحدة بتلاقي شخص تغيرت حياته، بيطلع بلي بجلسة واحدة 180 درجة يقدر بيجي لك أنا اليوم قلبت حياتي، يعني قلبت منظاري للحياة، عمل هالشفت، عمل هالكليك. كيف إذا عم نشتغل على سياسة موطنية، يعني هالاتفاق مع وزارة التربية ومع المركز إنجاز ضخم. ومثل ما قلت يعني هو حصيلة هالتراكم النضالي يلي مشان هيك اسمه نضال، بياخد سنين ليتراكم وليصير مستوي. يعني اليوم هالتراكم يلي صار سياسة وطنية عم تبلش تنحط تنوضع، ومع مبادرات المؤسسات الخاصة ومع مبادرات مالية جمعيات اليوم اللي بصارف، هيدي مهمة جديدة عم بتفوت فيها الـ CSR خدمة المجتمع. يعني عن جد ومع الإعلان أكيد كيف هالحلقة الصغيرة. صح. مثلا بعتقد انه هيك اشياء بتقدم كلها لقدام، انا بحسهم هو كتير مهمين. مزبوط. لانه تغيير ما بيصير الا تاخدي ثقة بكل وقت لو صغير. مزبوط. مقابلة لو صغيرة، شغل لو صغير، اذا بتاخدي ثقة. صحيح. بس بتشوفيه بفيجن، برؤية لقدام، ببين كبير. ومشان هيك مثلا تانيا بتقول انا مثلا تغيرت حياتي، تانيا اللي عندها خبرتها ونضالها وتاريخها والاعلام، بس كيف بيغير بالحياة شغلة كتير كبيرة. صح. وبتبلش على اساس اغناء ذاتي، بس بتصير اغناء لمجتمع كامل. بتحب يحطوا الشهادة تبعك؟ ايه بس ما ظبط معنا، مش مشكل. مرة تانية رح ارجع صديقتي طلعت فيكي هلا. الف عافية. شكرا لحضورك، وشكرا لهالشهادة، وشكرا لوزارة التربية اللي عندها ثقة بهالموضوع يلي بيعطينا امل.
مقتنعين مقتنعين المركز التربوي والوزاره مقتنعين وجامعه العمق موجوده الناس تتعرف صحيح هو حاجه للصراحه الناس قد ما تقول عن حالها انه هي ابضايق تلاقي الناس كلها عندها حاجه لمقاربه جديده للحياه لانه قلنا زمان عم نجرب اسلوب واحد صار لازم نجرب ما اذا بتطلعي حوالينا شو في ما في حظ صح في ناس مش مقتنعين بالعنف بقول انا جربنا كثير العنف لو مش مقتنعين اعطوا حظ اعطوا حظ شكرا كثير لحضورك دكتور شكرا لكم كمان شكرا لك ميرسي تانيا احنا بنشوفك نرجع الاسبوع الجاي مشاهدينا خليكم معنا كمان مره ناخذ بريك وبنرجع بنتابع فقراتنا بعد شوي مشاهدينا رح اترككم تنتقلوا لعند الشيف حسين وضيفه لليوم لحتى تتابعوا كل التحضيرات برشة ملح انما هلا خلونا نروح بهالجولة على صالة السينما نشوف شو عندنا افلام خلال هالاسبوع You're after something. Is it revenge? Money? Or is it something else? ضمن الأفلام هالأسبوع فيلم المغامرات سولو ستار وورز ستوري بنسخة 3D. خلال مغامرة داخل عالم مظلم وشرير بيلتقي هان سولو بطياره المساعد شوباكا قبل انضمامهم للثورة مع أولدن أرين رايك وودي هاريلسون إميليا كلارك والإخراج لارون هاويل Communist dictator Anton Vincent has been ousted and still unaccounted for. وفيلم الكوميدي دير ديكتاتور وقت اللي بينجبر ديكتاتور انه يهرب من الجزيرة اللي عايش فيها بيروح بيتخبى مع صبية مراهقة بضواحي امريكا وبيصير يعلمها كيف تعمل ثورة على الصبايا المزعجين عندها بالمدرسة مع مايكل كين وديا راش كيتي هولمز وجيسون بيكس I'm proud of you. Why? You became a rebel. Boy, what the hell are you doing out here? What are you doing? What are you doing? Hey, lady. Right now. Hey, what are you doing? Four officers charged in the Rodney King incident are found not guilty. We're taking this to the streets. وفيلم الجريمة كينجز بيتناول الفيلم حياة عائلة بلوس أنجلوس قبل أسابيع من اندلاع أعمال العنف اللي ابتدت بالمدينة من بعد قضية محاكمة رودني كينج مع هالي باري ودانيال كريغ Bonjour à tous. Gaston est arrivé. Ah non, jamais avant midi. Il dit que s'il arrive trop tôt, il est obligé de faire une sieste. Et là, ça bouleverse tout son emploi du temps. Faut pas vous tuer à la tâche. Ça c'est pas prévu. Comment ça ? C'est la moitié du nouveau stagiaire. Il est trop chaud. Personne ne se balade dans un bureau. Au film le comédie français Gaston Lagaffe, المرتكز على الشخصية الشهيرة بقصص الرسوم المتحركة اللي ابتكرت سنة 57 على يد كرتونيست بلجيكي. وهالمرة بيعمل جاستون ابتكارات مجنونة بتأثر على كل محيطه وبيعيش مغامرات غريبة مع تيو فرنانديز وأغنو دوكري Vous êtes un pas de me voir. Pas du tout. Ou le film drame français Eva. عن كاتب بيتعرف على امرأة غامضة خلال اختبائه داخل شاليه خلال عاصفة ثلجية قوية مع إيزابيل أوبير، مارك باربي وغيرهم. أنا I'm Sheriff Alan Cooper. I'm the one who found you.
You're gonna be with me until you identify any relatives that you might have. ولمحبي أفلام الرعب Wildling عن مراهقة تبدأ باكتشاف سر كان مخبى وبيتبين أنه هو اللي كان السبب اللي أدى لطفولتها الصعبة مع ليف تايلر، براد دوريف وبيل باولي. من بعد الجولة على صالة السينما نرجع سوا مننتقل مشاهدينا حتى نتابع فقراتنا مع ورشة ملح اليوم الشيف حسين وضيفه توني شرفان. أكيد مع توني سفود وعنا كتير وصفات طيبة والتحضيرات وكان في تحدي لحتى نشوف مين راح يخلص أكثر أطباق من شو. هذا التحدي بلش على بكرة، راح نشوف هلأ بورشة ملح وين صرنا. رمضان كريم وصباح الخير لكل المشاهدين وما كنتوا عم بتتابعونا بلبنان وبكل أنحاء العالم عبر شاشة تلفزيون المستقبل. عنا اليوم ثلاث وصفات أو أربع وصفات أو خمس وصفات أو وصفات قد ما بدكن من منتجات تونيس فود. أنا بيسعدني رحب بتوني شرفان صاحب شركة تونيس فود، أهلا وسهلا فيك معنا بعالم الصباح وبفقرات رشة ملح. أهلا فيك شيف حسين وتحية كبيرة لكل حدا شجعنا تنزل على المستقبل وأنا بنصح كل الناس تتفرج على تلفزيون المستقبل وخاصة بالفقرة اللي فيها الأكل شيف حسين كيف عم بيحضر بكل محبة وعم بيحضر إشياء جديدة. الله يخليك. بقى أنا اليوم حبيت أقدم لكم بواسطة معجنات تونس فود هو الأكل الحلو اللي هو الكنافة، الكنافة بالقشطة وبالجبنة والكنافة والمطبوخة، وحتى كمان نحن مقدمينه كمان اليوم عجينة البقلاوة اللي هي رقيقة رح نستعملها بهالطريقة هيدي مثل الشرائح بس رح نستعملها بالقشطة المطبوخة، قشطة المطبوخة مع الفستق الحلبي مثل ما شايفين هيدي الفستق الحلبي اللي منقوعة كانت بالمي تقريبا صارت مقشرة نص قشرة. أنا إجمالا ما بحب أطحنها للفستق الحلبي لما بحطها بالقشطة بضل حبة كاملة وطرية لما بننقعها بالمي. طيب لكن مشاهدينا مثل ما شفتوا عنا وصفات، عنا العسملية، لكن عنا العسملية بالقشطة. طبعا العسملية مش بالقشطة، حضرنا احنا هون حطينا قريشي. عملنا قريشي كما عملت بالنسبة للتحدي. يعني صار برات الهواء يتحديني الشيف حسين، بقلت له روق تعالى شو بدي اعمل كنافة بالجبنة، اذا بدنا كنافة بالقشطة، عسملية بالقريشي مع فستق الحلبي والقطر او العسل، وكمان القشطة المطبوخة اللي هي بالشرائح تبع البقلاوة عجينة البقلاوة. فلذلك بس انا بعدني عند التحدي. يلا انت صارك من بداية عالم الصباح عم بتحضر، حضرت القريشي، حضرت القشطة، حضرت الفستق الحلبي، حضرت الكنافة وحضرت ايضا العسملية، هول كلهم بالفرن الكنافة والعسملية. انا بعد ما عملت شيء، انا في بايدي هالعلبة، هيدي علبة الشيش برك ليكم مثل ما عم بتشوفوا. هالعلبة الشيش برك كمان ما رح حضرها هلا، بدي انطر لاخر 10 دقائق لان هيدي العلبة بتقعد بالفرن حوالي 5 دقائق. عندنا الشيش برك محضرة مخبوزة بس نحن بنسخنها بالفرن 5 دقائق. نحن شو رح نحضر للشيش برك؟ رح نحضر طبعا مشاهدينا عندي اللبن، اللي رح حط لبن على النار مع قليل من النشا. طبعا اذا كان عندي اللبن حامض هون بين هلالين بنحط لهم من الكريم فريش او كريمة الطبخ. طيب هلا انا بالبداية رح بلش باللبنات وهول باخر فقرة رح فوتهم على الفرن وبنشوف من اسرع انا ولا انت مع منتجات ومعجنات تونس فود. الاسرع طيب. والاطيب. يلا لكن مشاهدينا رح نولع تحت الزيتات. انا بهالوقت حاطط طنجرة على النار، بهيدي الطنجرة رح حط فيها لبن، لكن رح ضيف لبن. اوكي طيب لكن مشاهدينا مثل ما شفتوا ضفت اللبن دغري هون مع اللبن، رح نحط النشا لحتى ما يكعزل عندي اللبن لهالسبب، دغري لبن ونشا نخلطهم مع بعض. مثل ما خبرتكم اذا كان عندي اللبن حامض
بستعين بالكريمة، كريمة الطبخ. الكريمة بتكسر له من حموضته للبن. طيب أنا هون حطيت اللبنات على النار، بدنا نشوف هون طوني شو عم بحضر، شو بلشنا. طيب لكن هون في عنا مثل ما عم نشوف طحين مع مي، طحين مع مي تنلزق طيب. فيها تنلزق لكن طحين ومي لحتى نلزق فيها. هون نحن عم نحضر لكن شرائح السمبوسك نعم. او بالقريشة او بالجبنة او بالقشطة او بالقشطة طيب. هلا نحن هون بالنسبة للبقلاوة، عجينة البقلاوة هلا بفرجينا العلبة شيف حسين، تفرجينا عجينة البقلاوة الجديدة تونيس فود. ما ننسى انه نحن هيدا الامبلاج الجديد نازل على السوق اليوم ونازل بقوة، هيدا هيدا اللوك الجديد تبع تونيس فود. نحن بس نذكر المشاهدين هو كان غير هيدا الامبلاج، كان غير لون، غير لون، كان لونه اورانج، غير لون لهيدا نعم لان هيدا هيدا اللون تي يناسب اللوك الجديد مثل بعضه، كله بيشبه بعضه. طيب لكن مثل ما عم بتشوفوا علبة شرائح عجينة البقلاوة على الشاشة بهالشكل، بتشوفوها بكل التعاونيات، وأيضا إذا مش موجودة بالتعاونيات فيكم تطلبوها دغري من صاحب التعاونية، طبعا شركة تونيس فود جاهزة لحتى توصلكم إياها مطرح ما بدكم. هون فينا نحكي شوي عن المعمل الجديد اللي عم بتحضره هلا نحن بالمتلس. ايه هيدي خبرية، ميرسي شيف لأنك حكيتنا بهذا الموضوع. نحن عم نحضر بمنطقة المكلس سن الفيل، عم نحضر معمل على مستوى عالمي. بنخبركم على عن المعمل شو بيتضمن بقلبه، هو 6 طوابق كل قسم لحاله، وطبعا في عنا مستودع بقلب المصنع، في برادات صناعية هي اللي بتخولنا نستوعب كميات الكبيرة اللي بدنا نوديها لخارج البلاد. هلا انا هون عم بعملكم الفطاير اللي بنسميها نحن مقلية بعجينة البقلاوة اللي هي هالقد رقيقة، وعم نحط 3 حبات مع بعضهم تبس نقليها بالتقلية تطلع كريسبي وهشة. هيدي بالنسبة لعجينة البقلاوة. حتى هيدي عجينة البقلاوة انا كمان بدي خبر كل المشاهدين، استغل الفرصة انه عجينة البقلاوة ولا رقات بجبنة ولا عجينة رقات ولا العسملية ولا الكنافة ولا كل منتجات تونيس فود، هيدي كلها بتتحضر مش بالايدين، في مكانات معقمة جاهزة مزبوط؟ نعم كلها احدث مكانات اليوم موجودة بالمنطقة. بالنسبة للعسملية كمان ولعت معنا من حرارته لشيف حسين. هلا نحن هيدي السمبوسيك صارت جاهزة. بالنسبة للجبنة كمان انا هون عم بحضرها بالجبنة، كمان فينا نعملها بالجبنة، هي جبنة الموزاريلا اوكي مثل ما هي هيك. كمان فينا نحط 3 ورقيات هين كتير تحضيرها، وليك لما نتعاجع بنكبسها هيك، ما تخافوا من التكسير، عجينة كتير متماسكة. هيدي عجينة البقلاوة كمان بدنا نلزقها بشوية طحين ومي، وبتصير بهالشكل المثلث. هلا بتصير صارت حاضره للتقليه. انا بهالوقت رح جيب هيدا الصحن وبدي جيب من القريشه، طبعا هون بنذكر كل المشاهدين او فينا نجيب صحن كمان تاني. ولعت معه العسمليه لا خدنا صحن صغير اوكي. رح اقلب انا عجينة العسملية بهالشكل، ورح جيب معلقة اخذ من القريشة، لكن بدي استعمل القريشة من عندك، لكن مثل ما عم تشوفوا هيدي القريشة عم نحطها هيدي البقلاوة مثل ما حكينا فينا نقطعها، بده يكون اكيد عندنا سكين كتير قوية وراسها رفيع. هي
طيب خلينا انا هون مثل ما عم بتشوفوا عم نحط قريشه، رح حط انا القريشه على وجه العسمليه مثل ما عم بتشوفوا. خلينا ماجد نشوف العسمليه هون عنا كيف عم انا هون حطيت لها فستق حلبي، فستق الحلبي ما طحنته، فينا نطحن فستق الحلبي ونخلطه. انا بحب احط حبه فستق حلبي بالنسبه لهالموضوع حطها شقفه وحده، بس اكيد فستق الحلبي بنكون نحن ناقعينه، بنكون ناقعينه بالمي ومرتين ثلاثه بنغسلها، وكمان قبل اول ما بنحط المي بالفستق الحلبي بنغسلها مزبوط، لانه بتعرفوا في شوائب كثير بيكون بالصناعه مفروض نغسلها مزبوط، وبنرجع بعدين نقعها بمي النظيفه عن جديد تطلع هيك. ليك كيف طلعه شكلها حلو وكمان نكهتها اطيب. هلا عم مش ما توخذونا عم شهيكم لعشيه، بس هيدا الواقع مساقب انه البرنامج بالنهار. طيب ليك هون شو صار في عنا، هون حطينا القريشه، رح جيب من القريشه طبعا رح اخذ القطر، ضيف قطر على وجهه. طبعا مشاهدينا فيكم كمان تحطوا عسل على الوجه ما عندنا اي مشكله، انا رح استعين بالقطر، حط القطر على وجه القريشه، ورح جيب ايضا كمان من الفستق الحلبي ضيف فستق حلبي فوقهم على الوجه. هيدا الفستق الحلبي كمان رح نحط الفستق الحلبي بهالشكل. اوكي طيب، لكن مشاهدينا مثل ما شفتوا هيدا الطبق العسملية بالقريشة صار جاهز، الزيتات حاميين عنا على النار، لبن كمان على النار. بعد شوي رح نحط أنا وياكم عجينة الشيش برك بالصينية، وبدنا نفوتها على الفرن على حرارة 180. بس هلأ خلينا نروح نحن وياكم مع بريك جدا قصير وبنرجع سوا. اكيد لكل يلي كانوا عم يتابعوا عالم الصباح من بكير مشاهدينا صرتوا عارفين انه في عنا عدد من الاطباق عم بيحضروها الشيف حسين وضيفنا لليوم طوني شرفان، رح ننتقل لعندهم باخر محطه من عالم الصباح لحتى يقدروا يخلصوا كل هالتحضيرات. رمضان كريم من جديد لكل المشاهدين. طوني شرفان اهلا وسهلا فيك كمان من جديد. اهلا فيك شيف حسين. هون شو بعدنا عم نحضر بعجينه البقلاوه. هاي عجينه البقلاوه مثل ما شايفين انا قطعتها قطعتين، وكنت قاطع قبل هلا كمان شوي قطعه. هيدي مثل ما هي شايفينها بنقدر نقصها بالسكينه. انا بلش تحدي تبعي. هلا بلش شيف حسين. هيدي شيش برك، خلينا نشوف خطوه بخطوه. نفتحها بهالشكل. ليكو قديش بدها معنا وقت الشيش برك، ما بدها كثير تحضير طبعا. نرجع منشيلها كمان بهالشكل. اوكي بدي حذرك هلا الحزايره لإلك. طبعا نحن كنا عم نسال المشاهدين قبل فتره علبه الشيش برك كم فيها حبه؟ 36 حبه. ربحت معنا ست من منتوجات توريس فود. طيب لكن الشيش برك مثل ما عم بتشوفوا عجينه مخبوزه، بحطها بهالشكل وبفوتهم على الفرن، بدهم ما بدهم اكثر من 5 دقائق. رح اجي انا دغري على الفرن. لكن بنحطها بالفرن ناطرين اللبن. هون مع اللبن رح دق حصين ثوم واضيفهم كمان للبن. رح ضيف ثوم مدوق. انا بدي منك بس بطريقه كثير سريعه ترجع تخبر المشاهدين على العسمليه اللي حضرناها بالقريشه، كيف حضرنا القريشه وعلى الكنافه بالقشطه كمان كيف حضرنا الكنافه والقشطه. اوكي بالنسبه للقريشه فينا نجيب اذا كنا بالجبل فينا نجيب حليب طبيعي. حليب الطبيعي بنجيب لتر حليب او لترين، اكيد مش تحت اللترين مشان يحرزوا. هاي المقادير عشان بعد ما نغليهم على النار منجيب شوية خل وشوية إذا بدنا حامض، عصرة حامض، هيدي هي عصرة الحامض. منحط معهم عصرة حامض ومنخضهم من بعد ما يغلوا على رواق، منلاقيها قرشت، من بعد ما تقرش
بنشيلها بنحطها بالمصفيه، وهي اليوم استعملناها هلا حطيناها للعسمليه، اكيد حطينا لها شويه قطر، او اذا عندنا عسل عسل طبيعي كمان فين نحط لها عسل طبيعي على الفستق الحلبي وحسب الطلب. طبعا اذا نحن عم نجيب قشطتنا او القريشه من الضيعه او من الجبل فكمان بنحط عسل طبيعي من الجبل. طيب هون رح اجي انا بلش قليه هون. طبعا بس انا هون بدي اقول لكل المشاهدين لكل ستات البيوت، اوكي، طبعا بنقول لكل المشاهدين ولكل ستات البيوت انه فينا نحن هيدي العجينه نتلجها، بعد ما نتلجها نرجع نستعملها. مثل ما حكينا معجنات تونيز فود موجوده بكل السوبر ماركت، وانا هلا عم بحضر لكم السمبوسك تبع البقلاوه. مثل ما شايفين عم بحضرها بالجبنه، عملتها ميزتها عن القشطه، كبرت القشطه وهون عملت القطع صغير، عملتها صارت صغيره، ليك الحبه قد ايه صارت صغيره، فينا نعملها ليش صغيره تنفرقها القشطه عن الجبنه. هلا هيك صارت. هلا من بعد بدنا نلزقها، بنحط لها مثل ما حكينا شويه طحين ومي، بتصير حاضره للقلي. كمان ما اذا بدنا اعزائنا المشاهدين اذا بدنا هيدي نحطها بالفرن ما في مشكل، بس بنحط لها شويه زبده او نسبه زيت تتحطها بالفرن. اذا كنا بدنا نشويها شوي صحيح. هلا نحن ما عم نحط قطعه واحده، عم نحط قطعتين او ثلاثه، قد ايه بدنا نعتبر تكون هشه فينا نعملها مثل ما عم بعمل انا هيك. طيب لكن مثل ما عم بتشوفوا عنا عجينة البقلاوة حشينا بالجبنة، حشينا بالقريشة، حشينا بالقشطة. هلا انا بدي حذره لشيف حسين كم عنا صنف، تنشوف شيف حسين كم اشتغل صنف من وقت ما بلش الحلقة لليوم. كم صنف شو كبة؟ كم صنف عنا كبة اول شيء؟ عنا أربع أصناف كبة. خبرنا. كان في عنا كبة بالغارة. نعم. وكبة قمح وكبة لحمة ومرقة كبة من وراي هيك، ما بعرف كيف صار في عنا كبة بالقلوبات، ما هيك؟ هي كبة بالقلوبات بعد ما نزلت بلبنان، إن شاء الله قريبا رح تنزل. هيدي الكبة فيها فستق حلبي، فيها كاجو، فيها تقريبا بندق، فيها كل شيء من القلوبات. طيب انا خليني كمان خبر المشاهدين بالنسبه لعجينه الرقاق او عجينه السبرينج رولز. عجينه الرقاق شو ميزاتها بمنتوجات تونيز فود؟ عجينه الرقاق بنجيبها بنكمشها بنحاول نعملها بايدنا، طبعا قد ما عجناها بايدنا العجينه مشاهدينا ما بتكسر عنا، بتضل عجينه كامله ما بتفرط عنا. وكمان شو مميزاتها؟ مميزاتها العجينه مش بس عجينه الرقاق، كل انواع عجائن تونيز فود ما بيشربوا زيت. طيب لكن نحن هون خلينا نشوف. انا خلصت الشيش برك، هيدي هي الشيش برك ولا اسهل من هيك. رح احط لها نعنع يابس، لكن هون رح نضيف نعنع يابس، ورح اجي شو رح اعمل؟ مثل ما خبرتكم هون في عندنا طريقه ثانيه للشيش برك، فينا بقلب اللبن نحط معه كمان رز. نعم نحط رز. طيب هلا نحن هون بعد معنا حوالي الاربع دقائق، شو بدك تخبر المشاهدين؟ بدنا نخبر المشاهدين انه كل الاصناف هيدي اصناف تونيز فود، عندنا 32 صنف، وبعد في اصناف نازل جديد، وهلا العثمانيه اللي استعملناها هيدي هي العثمانيه اللي استعملناها، والقطر قريبا بلش يحضر الامبلاج تبعه، قطر دايت، قطر لايت، هيدا خصوصي للناس اللي بحبوا القطر وحبوا يكون خفيف. هيدا القطر صار كمان رح يحضر بالسوق، ومثل ما شايفين الطحينه كمان مثل ما هي. هيدي هي اصناف تونيز فود. بالنسبه للسمبوسك اللي انقلت مثلثه بتطلع كثير كريسبي وهيك شكلها هيك شوي عشوائي، لانه قد ما فيها طبقات بتخليها تصير هيك. يعني مثل ما عم بتشوفوا مشاهدينا صار في عندنا هيدا اول طبق، لكن هيدا طبق العسمليه بالقريشه مع الفستق الحلبي، عندنا الطبق الثاني كمان عجينه البقلاوه المحشيه، اوكي هيدي هي العسمليه بالقريشه، وهيدي ثاني طبق
اما في عنا بعد الشيش براك مثل ما خبرتكم ومثل ما وعدتكم اني رح خلص الاطباق انا طبق المالح الشيش براك طريقه كثير سريعه. بونجور. لك بونجورين ويا اهلا وسهلا. وانا وعدتكم اجي اخر دقيقه. لاترككم تشتغلوا. طيب. بسم الله عليكم. هون رح جيب صحن. دقيقتين، مين بده يخلص قبل؟ مين عم يعمل شو؟ يلا انا هاي العجينة ليكي ما اسرعني، شايفة؟ هيدي الشيش براك بعد ما فوتها على الفرن، حطيناهم هول الرزات جاهزين حدهم. وين اللبن؟ شو رح اعمل انا هون؟ رح اجي دغري اخذ اللبن، بس خلينا نشوف نحن هون الصينية بالأول، طبعا هيدي صينية كبيرة صينية صغيرة، مطبط هيك عم نعمل وهيدي شو طلعت الكنافة. هيدي الكنافة بالقشطة، شوفوا ملا منظر. شو مين التحدي أكبر؟ هيك شو هيك ملا منظر. حتى شوف شوفوا خلينا نشوف هون ملا منظر كمان. هلا حط لنا هاللبن تشوف حدا نشوفوا الكنافة كيف طلعت. أنا قصد سمكتها للكنافة. ليش سمكتها؟ لأنه فيها بقلبها القشطة المطبوخة وطلعت طبعا سميكة وجه وقفة. هيدي مثل ما شايفينها على الصورة. حطينا اللبن. حطينا اللبن. خلصنا هون شو عنا؟ اللبن وهيدي العثمانية مع القريشة. خالصة. وهيدي البقلاوة المحشية قريشة وأيضا محشية كمان من القشطة والجبنة. وهيدي عنا هون الكنافة. وهيدا مسيو توني شوفان صاحب شركة توني فود. أنا بدي أشكرك وبدي أقول لك أهلا وسهلا فيك. أهلا نورتنا اليوم وعلى أمل نرجع نشوفك معنا على طول ضمن فترات. رشة ملح يعني فعلا ميرسي لكل الاشخاص اللي ساعدونا تنزل بهالحلقه المهضومه ومن لكم الله يوفقكم. اهلا وسهلا فيك. ميرسي لك دائما. اصناف كثير طيبه. ما بقى في وقت. بكره معنا ضيف كمان. مين؟ الجمعه. بكره الجمعه. ايه مين معنا؟ بكره معنا الشيف خضر. اوكي. ولكل المشاهدين كمان ينطرونا بكره الساعه 10 مثل العاده لحتى نحضر وصفات رمضانيه بامتياز. يعطيك الف عافيه كمان شيف حسين. مشاهدينا نحن بدي اتمنى لكم بقيه نهار كثير حلو طبعا، وما تنسوا بكره تلاقونا الساعه 10 مثل ما قال لكم الشيف حسين.